استراتيجياتنا سهلة، سنركض ونركض ونركض ونلعب ونلعب ونلعب، بهذه الطريقة يمكن أن نكون أفضل من الكاميرون زي ما قال كيروش. كلام كيروش النهارده كان واضح، نجري كتير ونلعب الكره بتاعتنا هنقدر نكسب الكاميرون، بعيد بقى عن الظروف والحكام واي عوامل خارجيه، واثقين في رجالتنا، واثقين في اي 11 لاعب راضيين عنهم تماما ولسه مستنيين الاكتر. نلعب بتركيز بدون توتر، هنوصل ونسجل. لعبنا اللي اقوى من الكاميرون وما قدروش علينا، عايزين صلاح يجري من اليمين ومرموش من الشمال والسوليه وباقي الرجاله ما يوقفوش تسديد، ولو على الضربات الثابته فعبد المنعم موجود، حرفان فتوح وعمر ورجولة الونش ومصطفى وخبرة النن تبقى مؤثرة، وفي الآخر احنا هنا مش هنوقف احتفالات إن شاء الله. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10، والاعصاب بتشد والاعصاب بتتوتر طبعا، كل ما بنقرب كل ما الامور بتبقى صعبه علينا. والله يكون في عون لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني لمنتخب مصر، ده احنا قاعدين هنا ومش قادرين نمسك نفسنا، نفسنا الساعات تمر بسرعه والمباراه تيجي عشان نعيش 90 دقيقه او اكتر بتوتر اكتر، بس احنا واثقين وعارفين ان الرجاله اللي لعبت ماتش كوت ديفوار ولعبوا ماتش المغرب برجوله ومهاره وامكانيات كبيره يقدروا يعدوا مباراه الكاميرون ان شاء الله. المباراه اللي هتقام النهارده خلاص الساعه 9 مساء باذن الله تبقى مباراه كبيره لمنتخب مصر، الكل جاهز والكل قادر يلعب هذه المواجهه النهارده. كيروش اتكلم عن الثلاثي الغائب محمد الشناوي واحمد حجازي واكرم توفيق، باقي الرجاله كلهم جاهزين لهذه المواجهه، كلهم قادرين يلعبوا هذه المواجهه. في نقطه في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه، وانا متاكد ان حضراتكم حاسين بيها زي حالاتي بالظبط. اللي حصل في المباريات اللي فاتت لمنتخب مصر في البطوله مع اي غياب خلاك تبقى حاسس ما يلعب اي تشكيل، ما يلعب اي لاعب في المباراه، ما يغيب الشناوي العظيم والحارس الاول لمنتخب مصر، ما يغيب ابو جبل الراجل جدا اللي عمل اداء ممتاز في الوقت اللي شارك فيه، ما يغيب اي لاعب، يغيب حمدي فتحي، يغيب حجازي، كل اللي بيغيبوا دول احنا بنتكلم على اسماء عظيمه زي ما اتكلم كروش النهارده، بس لما بتغيب منك اسماء عظيمه بتلاقي اللي موجودين في الملعب بيسدوا واعظم وبيعملوا اداء روعه، فما بقتش قلقان. الناس شاغله بالها هو ابو جبل هيلحق ولا لا؟ طيب حمدي فتحي ممكن يلعب ولا لا؟ طب هو ايمن اشرف ممكن يلعب تاني في نص الملعب ولا مش هيلعب في نص الملعب؟ كل ده بصراحه ما بقاش فارق معايا. انا مقتنع بحاجتين، اول حاجه ان الراجل ده كارلوس كيروش عرف يحط منظومه لمنتخب مصر واي حد بيمشي عليها، وده المدرب الناجح في رايي باختصار شديد جدا. في مدربين ممكن يغيروا طريقه لعب، ممكن يغيروا من تشكيل، ممكن يغيروا اي حاجه لو في لاعب عندهم واحد بس غاب. وبصراحة مرة أخرى، وأنا قلت الكلام ده امبارح وهكرره تاني، وهو النهاردة أكده في المؤتمر الصحفي، لا تحدث عن تحكيم ولا تحدث عن ظروف
ولا تحدث عن غيابات، حتى لما بيتكلم على لعيبه عظيمه غايبه النهارده قال لك ان اللي موجودين جامدين جدا وهايلين، واي 11 لاعب هيبقوا موجودين هيقدروا يسدوا. ده المدرب. ممكن يجي بقى يطلع في المؤتمر الصحفي يمهد تمهيدات حلوه بقى، يقول لك اصل احنا قلقانين من الحكم، يقول لك اصل انا غايب عني الشناوي وحجازي واكرم توفيق فطبيعي يبقى عندي مشكله. يتقال بقى يعني يدي مباريات بس، وبعد ما يدي المباريات دي يروح قال ايه، لا بس الرجاله ان شاء الله تأدي. عارفين انتوا في ناس بتمهد كده، في مدربين بيعملوا كده، يقول لك ايه انا اشيل الضغط من عليا وفاهم الناس ان احنا لو خسرنا في المباراه انا غصب عني، ما انا اللعيبه اللي انا واخدها اتصابت ولعيبه اساسيه واعمده اساسيه في منتخب مصر، لو خسرت المباراه هبقى مجهز ان انا هقول الحكم هو اللي خسرنا المباراه. يعني انتوا فاكرين طبعا وعارفين الشماعات الكتير اللي بتبقى جاهزه دي اللي ورا بعض، هو بيشتغل، هو بيأدي، فاهم ان القايمه اللي اختارها دي هو اللي اختارها مش احنا اللي اخترناها. يعني معنى ان هو اختار قايمه لمنتخب مصر انه اي لاعب هيغيب من القايمه دي هو مسؤول ان الباقي يأدي بنفس المستوى، هو اللي اختار، فهو شايل المسؤوليه وشايل المسؤوليه وشايل المسؤوليه بكفاءه شديده جدا. بقول لكم احنا منتخب غاب عنه اتنين حراس مرمى اساسيين، وغاب عنه خط دفاع بالكامل في البطوله، اكرم توفيق اتصاب، حجازي اتصاب، الونش اتصاب، واحمد فتوح قعد ماتشين مصاب، ورغم كده ادائنا ما اتغيرش، ده غير حمدي فتحي وغير عمرو السلاله ما بداش البطوله، ورغم كده ادائنا ما تاثرش، اداء رائع عشان الروح والحماس اللي عند اللعيبه، ومش بس الروح والحماس، عشان هي امكانياتهم كبيره. الجيل ده رد على اي مشكك فيه، كان دايما الكلام انه الجيل ده مش جيل جامد، الجيل ده مش جيل كفء، لا الجيل ده جيل ممتاز وجيل رائع جدا. صلاح رائع، والنني رائع، عمر رائع، فتوح رائع، حجازي والونش رائعين، عبد المنعم ممتاز، محمود علاء وابو جبل والشناوي وصبحي وجاد، عمرو السوليه وحمدي فتحي هايلين، ايمن اشرف رائع، مرموش وتريزيجيه ورمضان صبحي ومصطفى محمد رائعين، وكل الاسماء اللي في المنتخب، كل الاسماء اللي في المنتخب رائعين، وزيزو طبعا عشان عامل اداء ممتاز كمان في البطوله في الفترات اللي بيشارك فيها، مهند لاشين رائع، اي اسم في المنتخب، اي اسم في قائمه المنتخب حتى لو نسيته دلوقتي سهوا، كلهم رجال، حتى اللي ما شاركش في ولا دقيقه في هذه البطوله راجل انه بيدعم زمايله وبيشتغل بهدوء بدون اي مشاكل، كل حاجه حلوه في منتخب مصر، نفسي بكره الفرحه تكمل. نفسي بكره الفرحه تكمل، وباذن الله ربنا يكرمنا عشان اللي بيعملوه الرجاله دول في البطوله دي حاجه كده من ريحه الحبايب، حاجه كده من ريحه الجيل العظيم لمنتخب مصر، هو ده اللي بيحصل دلوقتي من الجيل ده، عشان كده مبسوطين بيهم وفرحانين بيهم، بعد ما كانوا بيتقارنوا بالاسماء العظيمه في جيل 2006 و2008 و2010، دلوقتي بنقول ان احنا بقى عندنا جيل محترم، جيل محترم يقدر يكسب البطوله. وبالمناسبه بما اننا بنتكلم على جيل 2006 و2008 و2010 و98 بقى بالمره، انت بتتكلم على واحد من اعظم لاعبي كره القدم المصريه على مر التاريخ. انا في رايي ودايما بقول كده قدامكم سواء كان معايا او مش معايا، انه على الاقل بيتحط من قائمه مختصره من اهم خمس لاعبين في تاريخ الكره المصريه، لو ما كانش الاول براحتك، انت عايز تحط اول تاني براحتك، بس هي بحكم البطولات وحكم الانجازات لاعب وسط تاريخي لمنتخب مصر، لاعب وسط تاريخي حقيقي، هو اللاعب الوسط العصري اللي احنا بنشوفه في اوروبا دلوقتي، اللي بنشوفه في اوروبا دلوقتي، اللاعب اللي بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم وبيعرف يسجل اهداف، برجله اليمين ماشي، برجله الشمال شغال، براسه شغال، كان عنده كل المميزات الممكنه في لاعب كره قدم، هو من الاسماء الكبيره اللي بعتز جدا بتواجدها على الهاتف معايا دلوقتي الكابتن الكبير كابتن احمد حسن. يا كابتن احمد صباح الخير، مشرف ومنور. حبيبي يا كيمو والله يعني كلام بشكرك عليه جدا جدا، ويعني مش لاقي حاجه اقولها لك بقى خلاص، يعني ما يعني يعني بجد مش لاقي حاجه اقولها لك، بشكرك بشكرك يا جدا كابتن احمد. ده اقل من حقك، وانت عارف ان هو اقل من حقك كمان، انت اسم كبير في تاريخ الكوره المصريه. الحمد لله الحمد لله، انا بشكرك لاحم طبعا، يعني كلامك كله شيء اسعدني، بشكرك جدا جدا والله على كلامك الكريم، موفق يا رب دايما كده ان شاء الله باذن الله. يا رب يخليك يا كابتن. طيب بما اننا خلاص ساعات وتنطلق هذه المواجهه الكبيره بين مصر والكاميرون، تبقى انت وش الخير علينا وتبقى الفال الحسن علينا، انجازات عظيمه في تاريخ الكره المصريه، مستنيين الانجاز ده من الجيل الحالي، متفائل زينا؟ والله بص عايز اقول لك على حاجه، يعني بعد الواحد شافه في اللقاءين الاخرانيين اكيد انا متفائل، ومتفائل جدا جدا جدا، يعني غيرنا الصوره تماما، لعبتنا
والجهاز الفني اللي موجود. واعتقد اني اي نعم البدايه بتاعتنا ما كانتش موفقه وكانت فيها حاله قلق للكل، انما الصوره دي اتغيرت تماما بعد طبعا الصعود دور ال 16 وبعد كده دور الثمانيه، وان شاء الله باذن الله يكملوا الصور ويكملوا التابلو الحلو بكره ان شاء الله باذن الله بمكسب والوصول للنهائي ان شاء الله، وزي ما انت قلت ان احنا نقدر نحقق البطوله بمشيئه الرحمن ان شاء الله. متفائل طبعا، متفائل من الروح اللي انا شفتها، متفائل من الاداء القوي، ومتفائل من التنظيم وشكل التنظيم في الملعب. متفائل بعوده شخصيه المنتخب، بعوده هيبه المنتخب، ايا كانت النتيجه كريم الله، يعني الشكل اللي هم بيأدوا بيه رجعونا تاني ان احنا نقول برافو مهما كانت النتيجه، ان فعلا الناس بتأدي بقوه، بتأدي باخلاص، بتأدي بامانه، بتأدي عارفه قيمه منتخب مصر وتيشيرت منتخب مصر، وده جزء مهم كنا مفتقدينه في السنين اللي فاتت، وانا واحد من الناس على فكره في وقت من الاوقات، لاني زي ما انت قلت شويه اتكلمت عن التاريخ واتكلمت عن البطولات اللي انا حققتها واتكلمت، ففاهم شويه وعارف شويه القيمه الكبيره قوي اللي احنا كنا فيها. فبالتالي بزعل قوي لما كنت اشوف المنتخب في الحاله دي، ازعل قوي لما اشوف اداء المنتخب وحش، ازعل قوي لما اشوف اني مثلا ما عندناش روح قتاليه في الملعب، فكنت ممكن تتكلم وتنطق وتقول ده لا نفسنا نشوف. يعني دايما انا كنت بقول يعيب المنتخب في السنوات الاخيره حته الشراسه، حته الضغط مثلا في كل حته في الملعب، يعني حتى في بطوله 2019 كنت بقول عايزين ننزل بس اول خمس دقائق نبين لكل الفرق ان احنا نازلين لا نقاتل. فده بصراحه اعتقد ان احنا شفناه في المباراتين الاخرانيين، شفنا حاله ان فعلا تحول كبير جدا جدا زي ما انت قلت، ان الناس كلها رجعت تاني، مسانده كبيره للمنتخب وثقه كبيره في اللعيبه اللي موجوده، لان القماشه الواحد كان زعلان لان القماشه اللي موجوده تطلع منها شغل كويس قوي، اللعيبه اللي موجوده يطلع منها شغل كويس. لما تيجي تبص على النهارده الخط الامامي ولا نص الملعب بقى عندك وفره في اللعيبه موجودين، يمكن عندنا اماكن حتى مثلا لما كنا باك يمين وباك شمال كان عندنا ازمات فيهم شويه، النهارده ما شاء الله طلع اكرم توفيق، والنهارده عمر كمال عبد الواحد بيكمل القصه، والناحيه الثانيه احمد فتوح بقى باك شمال مهم جدا جدا ومن احسن لعيبه موجوده في البطوله. فاقصد ان انت بقى عندك حتى الاماكن اللي فيها مشكله النهارده بقى عندك دعم من لعيبه منتخب الاولمبي اللي كانوا موجودين النهارده، 9 أو 10 لعيبه متواجدين مع المنتخب الاول هم دول اللي جايين بعد كده مع اللعيبه اللي بقوا خبرات موجودين، فالقماشه عندك تطلع احسن من كده. وده اللي حصل خلال اللقاءين الاخرانيين، فبالتالي التفاؤل بقى موجود بالنسبه لنا، وحاسين ان لا احنا طمعنا، احنا كجمهور دلوقتي انا بتكلم كجمهور، لا احنا بقينا طمعانين ان احنا ناخد البطوله، وليه لا؟ وليه منتخبنا ما احنا شايفين ان احنا نستحق؟ يمكن احنا ما كناش مرشحين في بدايه البطوله او قبل البطوله، منتخب مصر ما كانش مرشح، انما النهارده بعد كوت ديفوار وبعد المغرب كل الناس بتقول لك مصر من الفرق المرشحه، وانا ده دايما كنت بقوله يا كريم ان تواجد مصر في كاس الامم الافريقيه لو برجل واحده لازم يكون منافس على البطوله. وده انا تصريح قلته من قبل ما يروح كروش، لما الراجل قال ان احنا انا مش مطالب ببطوله افريقيا، قلت لا ده كلام غلط، انت تواجدت في البطوله الافريقيه لو برجل واحده، لو لعيبتنا واحد بمنتخب، لو منتخبنا واحد بلعيبه الناشئين لازم يكون بينافس على البطوله، وده اللي اتحقق وده اللي حصل. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون دي كانت تصريحات كروش كده الاعلام، انما داخليا لا هم واضح ان هم مركزين بشكل كويس، وزي ما قلت لك الاداء والروح العاليه هي اللي بتطمعنا احنا كجمهور ان احنا النهارده، وليه لا؟ ليه المنتخب ما يعملهاش؟ صح. طب يا ساره الان بكره من طاقم التحكيم ولا لا؟ بص هقول لك على حاجه، كل العوامل النفسيه والضغوط النفسيه اللي موجوده ده وضع طبيعي وده بيحصل قبل الماتشات. على فكره بكاري جسامي ولا بكاري جسامه بكاري جسامه احنا مش عايزين برضه يعني ان احنا نخلق نوع من انواع ان احنا نصدر لاعبتنا. بص في وجود الاخطاء الافريقيه الاخطاء التحكيميه بقت اقل شويه. صحيح. ممكن حكم يحجم شويه، انما النهارده خلي بالك يعني النهارده ضربه الجزاء هتلاقي بيرجع ويشوف، هتلاقي غير الاول، اول انت كان ممكن لمسه يد بتعدي جوه ال 18 ضربه جزاء يحسبها ومحدش بيراجعه، لان طبعا انما في وجود الفار النهارده السنغال مثلا كوره حكم حسب ضربه جزاء ورجع لما رجع الفار لغاها، يعني اقصد ان 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 الاخطاء هتبقى اقل، حتى الحكم لو عايز يساعد هيبقى مش بالشكل اللي كان ممكن يبقى فيه فجاجه زي زمان. فبالتالي مش عايزين نفكر في الموضوع ده كتير، وان كان
انا عجبني ان احنا تقدمنا بطلب ان احنا ان اعتراض على الحكم وكده، وده ضغط على الحكم عشان الراجل ياخد باله لو حاول ان هو يحجم الماتش. هو ما فيش في ايده على فكره حاجه ممكن يعملها بكره غير تحجيم اللقاء، بس ان هو لو ممكن يحجم بلغه الكوره كده، هو ده اللي يقلق صاري بصراحه. بالظبط ده اللي يقلق. بالظبط يعني انا معاك. بس انت كلعيبه برضه ما تدولوش فرصه. انت النهارده لو انت بتادي في الملعب بقوه وبتادي بنفس الروح اللي احنا بنادي بيها وبنفس، انا اعتقد ان احنا هنفرض سيطرتنا عليه. انما انا مش عايز ادي برضه يعني مؤشرات للعيبه ان الحكم هينزل وهيظلمنا والكلام ده وكده. يعني في الاول وفي الاخر مش عايزين ده ياثر على لعيبتنا. في دور طبعا للعيبه الكبار في ان هم يكونوا متواجدين مع الحكم، يتكلموا طول الوقت مع الحكم، يروحوا يتكلموا مع الحكم برضه بعدم اعتراض. يعني في الاخر النهارده محمد صلاح كموجود كابتن الفرقه وقائد الفرقه لازم يتواجد طول الوقت مع الحكم ويتكلم مع الحكم، وهو نازل يتكلم مع الحكم، وهو في الملعب لو الحكم مثلا بيحاول يعمل اي حاجه يروح يتكلم معاه، وباسلوب اللي هو في الاخر انا كابتن الفرقه من حق ان انا اتكلم معاك، من حق ان اناقشك، ما فيش في اي مشكله خالص. فان شاء الله باذن الله يعني دي ما يكونش عائق بالنسبه لنا. وزي ما قلت لك هي القصه كلها، انا بس ما اخشى هو حاجه واحده بس، ان احنا لعبنا مباراتين تقال جدا جدا 120 دقيقه، فبرضه معدل الجري فيهم كان عالي، معدل التركيز فيهم كان عالي. الكاميرون كان لعب سابقك بيوم ولعب 90 دقيقه بس، ما لعبش 120 دقيقه. فالمجهود البدني اللي عملوه اللعيبه ده اللي انا خايف منه بكره، ده اللي انا قلقان منه بكره، لان برضه انت بتتكلم 120 دقيقه في مباراه الكوت ديفوار، 120 دقيقة في مباراة المغرب، في عدد أيام برضه قليل. فدي الحتة الوحيدة اللي ممكن تكون قلقاني شوية. إنما مسألة التحكيم ومسألة لا ما يعني طيب. يعني ما أعتقدش. طيب كابتن أحمد، عايز مين بكرة يلعبوا ثلاثة في نص الملعب؟ شايف مين الأفضل بكرة؟ لو حمدي فتحي تواجد هيبقى حمدي فتحي والسولية والنني طبعا، يعني الثلاثة دول أنا أعتقد إن هم ظهروا بشكل كويس. لو حمدي بكرة موجود إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يبقى تمام، يبقى حمدي فتحي والسولية والنني، وأنا شايف إن هم بيقوموا بالدور ده بشكل كويس. ولكن مهم يا كريم، إحنا ليه في ماتش المغرب وكوت ديفوار إحنا كنا مبسوطين؟ لأن التلت اللي قدام كان شغال بشكل كويس وهدد مرمى كوت ديفوار وهدد مرمى المغرب، فبالتالي احنا كنا سعداء. لان طول ما انت في توازن دفاعي بشكل كويس وفي شكل هجومي، انت بتحس ان احنا عندنا منتخب وعندنا شخصيه منتخب. انما مساله ان انا ادافع بس، ان انا امن وادافع بس على حساب النواحي الهجوميه، انا اعتقد ده هيبقى مشكله بالنسبه لنا، وده ممكن يكون فيه مشكله بالنسبه لنا. يعني حتى الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب سواء السوليه او حمدي فتحي، ممكن حمدي هو اللي بيقف سته ما فيش مشكله خالص مع الناس اللي هم المدافعين كنوع من انواع التامين، انما لازم النني يكون ليه دور هجومي، ولازم السوليه يكون ليه مسانده هجوميه، على الاقل مسانده هجوميه، لان لما بتقرب خطوطك من بعض اعتقد ان بيسهل علينا وبيقلل الضغط من على الخط الخلفي بتاع الدفاع بتاعنا. صحيح. طيب اخر سؤال يا كابتن احمد، بعيد عن مباراه مصر والكاميرون، انا عندي معلومه كده بس مش حافظها بالظبط، بس انت اكدها لي او صححها لي. يعني كابتن احمد حسن جايب في مشواره الكروي على مدار التاريخ اكتر من 200 هدف؟ لا مش 200 هدف، حوالي 180، يعني حوالي 200. انا قربت يعني، ما بعدتش قوي. اصل انا ليه بسالك السؤال ده؟ ليه ما فيش لعيبه وسط؟ يعني مع كامل الاحترام طبعا للجيل ده والجيل اللي قبله وشو قبله شويه، لعيبه الوسط عندنا برضو مش هدافين. يعني اصل انا حضرك وانت بتلعب، انت في الملعب انا حضرك موجود دايما في منطقه ال 18 براسك وبرجلك اليمين والشمال وتصويبات من بره، ليه النوعيه دي من اللعيبه مش موجوده دلوقتي في مصر؟ هو المشكله كلها، بص يا كريم انا هقول لك على حاجه، المشكله كلها ان الناس في مصر بتاخد انطباعات، فدايما الانطباع ده بيفضل موجود، ودي ازمه. يعني انا دايما الناس ما بتبقاش فاهمه. انا على فكره ما كنتش لعيب نص ملعب بس، يعني انا فتره من فترات حياتي انا لعبتها كمهاجم تاني او مهاجم ثالث اللي هو طرف من الاطراف. يعني انا في الفترات الاخيره في السنين الاخيره، انا خلي بالك بطوله 2010 الناس ما كانتش فاهمه ان انا بلعب صانع الالعاب. يعني انا في 2010 كنت انا البلاي ميكر للفرقه، لان كان حسام غالي واحمد فتحي وحسن هم الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا في نص الملعب وانا اللي كنت بلعب قدامهم. صح. فالناس هي شايفه دايما انك انت الطلعه بتاعتك البدايه، فالناس كلها شايفه ان انا مجهودي البدني وقوه البدنيه وان انا بروح اكمل على 18 اجيب جوان، بس الناس ما كانت، الناس مش عارفه ان انا في وقت من الاوقات مثلا انا في باشكتاش كنت بلعب كصانع العاب، انا في اندرلخت كنت بلعب 10 كصانع العاب. الناس كل تفكير الجمهور المصري هنا ان انا لعيب نص الملعب المدافع، لا انا ما كنتش بلعب نص ملعب مدافع، بس كنت ميزه عندي طبعا انا يعني اني عندي مرونه تكتيكيه، العب نص ملعب مدافع، بلعب العب باك يمين، هلعب العب، انا لعبت باك يمين كتير جدا مع منتخب مصر في ايام الكابتن الجوهري
الماتشات كانت تقيله. انما هي الفكره كلها فكره ايه، حتى وانا بلعب نص ملعب مدافع ستة او ثمانية، ايوه دايما كان عندي النزعه الهجوميه ان انا طماع شويه ان انا عايز اجيب اهداف. ايوه وده اللي خلاني الحمد لله ان انا على مدار التاريخ اللي حرزوا اهداف لمصر انا رقم خمسة او ستة في الهدافين في مصر، رغم ان انا 60% او 70% من الماتشات ال 184 ماتش اللي لعبتهم مع المنتخب او 70 او 80% كلهم كنت بلعب رقم 8، يعني بلعب نص ملعب ثاني، يعني نص ملعب مدافع. انما زي ما قلت لك هي الفكره كلها فكره ان 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 النزعه الهجوميه عندك وان انت دايما بتطور من ادائك، لان دايما بقول ان لعيبه نص الملعب عندهم ميزه كبيره جدا لازم يبقوا فاهمينها، سواء السوليه او النني او حمدي فتحي او حتى في الزمالك حامد او امام عاشور دلوقتي، ان هم عندهم ميزه ان هم دايما جايين بوشهم محدش شايفهم، بيبقى الضغط قليل من عليهم، لان دايما لعيب رقم 10 او المهاجم دايما بيبقى بظهره ما بيبقاش عنده السلاسه اللي هو زي لعيب نص الملعب اللي بيجي من تحت، لو بقى عنده فرصه ان هو يحطها لنفسه ويشوط. انا بزعل لان السوليه رجليه كويسه ليه ما يشوطش؟ النن رجليه كويسه ليه ما يشوطش؟ ليه ما يجربش؟ حتى لو واحده طلعت وحشه، الثانيه طلعت وحشه، الثالثه هتيجي. الحاجه الثانيه ان يبقى عنده الاصرار، ما هي دي بقى بتختلف، دي سمات شخصيه مش مالهاش علاقه بمدير فني وملهاش علاقه بيعلمك او ما بيعلمكش، دي بتبقى سمات شخصيه. اني انا في كوره بتتعمل من ناحيه يمين وناحيه شمال، انا بتواجد جوه ال 18، لو جات لي بجيبها جول، ما جاتليش خلاص برجع تاني واكمل. دي بقى بتبقى سمات شخصيه ممكن اغلب لعيبتنا اللي في نص الملعب ما بتعملهاش. كمل كمل وعادي، ايه المشكله؟ هي كره القدم كده فيها جزء جراه وفيها جزء انك انت مفاجاه انك انت تكون موجود. فطبعا دي يمكن ده كان السبب اللي كان بيخلي اهدافي كتير، ان انا كنت دايما يعني بحب ادخل ال 18، بحب اشوط من بعيد، فيمكن دي شويه اللي كانت مميزاني في نص الملعب، ان انا ودي اللي خلتني كمان لما لعبت 10 وكده كان الناحيه التهديفيه عندي برضو، لاني انا دايما كنت بحب ان انا ادخل جوه ال 18 وان انا احب ان انا اجيب اهداف، مش مجرد ان انا ادافع وبس وان انا او اعمل مجهود كبير وبس، لا ان انا كمان يعني افيد الفرقه في ان انا اقدر احرز اهداف بس. فهي بتبقى سمات وهي بتبقى نزعه من عند اللاعب نفسه. اتمنى ان لعيبه نص الملعب هنا في مصر ما تخافش، وبالاخص كمان الفرق اللي هي دايما بتلعب على بطوله، صحيح. ان لعيبتها لازم تتواجد. يعني انا في وقت من الوقت كنت فرحان جدا بحمدي فتحي ان هو بقى يجيب اجوان مع النادي الاهلي، دي ميزه وبراسه وتصويبات يعني. بالظبط دي ميزه، دي ميزه، دي ميزه النهارده انك انت النهارده بتطور من ادائك، انت ما بتكتفيش بس ان انت لعيب نص ملعب كويس وبتقطع كويس وبتسلم كويس وبتدافع كويس، لا لازم كمان تبقى عندك يعني تطور من ادائك للافضل، انك انت تبقى عندك ميزه وتكون افضل وكده. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان 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 ان, إن, إن نشوف لعيبه نص ملعب ان شاء الله بشكل متطور. كابتن احمد، كابتن احمد، السيناريو الطبيعي او السيناريو الافضل لمنتخب مصر في المواجهه، في بدايه المواجهه نتعامل معاه ازاي؟ دفاعيا اكتر ولا هجوميا اكتر؟ يعني ندافع اكتر الهجوم ولا نبقى حريصين في الاول؟ والله بص انا عاجبني الالتزام التكتيكي اللي حصل في الماتشين اللي فاتت، نشتغل بنفس الشكل. احنا هنشتغل بشكل تكتيكي بشكل كويس، احنا نحاول استحواذنا على الكوره يكون موجود، لان يعني انت عشان تقدر ضد المنتخب الكامل لازم تعرف تستحوذ بشكل كويس، سواء بقى انت الكوره بتدورها بشكل كويس مع لعيبه نص الملعب اللي بتبان لبعض. التزام بان انا اامن بشكل كويس وابدا اعتمد على سرعات صلاح ومسانده مصطفى محمد ومرموش وكمان المسانده اللي انا قلت لك عليهم من لعيبه نص الملعب. في الاول كده لازم برضه، لان برضه انت بتتكلم على فرقه ودفعه جماهيريه وهم على فكره فرقه مميزه جدا وعندهم لعيبه مميزه جدا، فما نقدرش نقلل من فرقه الكاميرون، هم دوافعهم عشان البطولة في ملعبهم بتبقى أقوى، فأنت لازم تمتص كل الكلام ده كله. بس برضه يا كابتن أحمد بتبقى الضغوط عليهم أكتر، يعني فاكر البطولة اللي فاتت في مصر برضه الضغوط كانت علينا أكتر فخلتنا نخسر في الآخر في 2019، ممكن أحيانا بتبقى العكس يعني. بص هقول لك على حاجة كريم، خلينا نتفق على شيء، الضغوط كانت علينا في 2019 لأن إحنا ما كناش كويسين. يعني إحنا ما كناش كويسين، لو تفتكر إحنا حتى في المجموعات في ماتشات التمهيدية، لا إحنا ما كناش، ما كان الأداء بتاعنا يقلق، فبالتالي انت لما قابلت جنوب افريقيا خرجت منها، لان احنا كان منتخبنا، لا منتخب الكاميرون عنده منتخب كويس، منتخب دوفوا عنده منتخب كويس، منتخب المغرب عنده منتخب كويس، انت فاهمني اقصد ايه؟ انما انا بتكلم طبعا عليهم ضغوط، اكيد مليون المية عليهم ضغوط، الا ما كانش ايتو النهارده طلع قال لهم احنا مباراه فيها حرب، مباراه قتاليه، فبالتالي طبعا عليهم ضغوط. والاهم من كده كمان ان دايما منتخب مصر
في بطولات افريقيا هو اللي الغلبه في الفتره الاخيره باستثناء طبعا 2017 ان هم كسبونا في في في, في كاس الامم الافريقيه في 2017 الا ان اكيد طبعا عليهم ضغوط، بس انا زي ما قلت لك نمتص الضغوط دي او نمتص القوه بتاعتهم اللي هم هيكونوا نازلين بيها، احنا نكون اهدى، ان احنا يكون عندنا ثقه في نفسنا، ان احنا يكون عندنا التزام تكتيكي بنفس الشكل اللي فات، لان انا عجبني جدا جدا رغم ان احنا جه فينا جون مبكر في ماتش المغرب الا ان اللعيبه ما حسيتش ان هي فكت يا كريم، لا اللعيبه بنفس الالتزام بنفس التوازن الهجومي والدفاعي، وادينا مع الوقت ان احنا ندخل في الجيم وان احنا يكون لينا الغلبه في 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 في, في المباراه. كابتن الكبير كابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الرائعه، دايما اتشرف بوجودك معايا. اسم كبير ده في تاريخ الكره المصريه، اسم كبير جدا في تاريخ الكره المصريه طبعا يعني. طيب تشكيل منتخب مصر المتوقع ان شاء الله لمواجهه الكاميرون هيكون كالتالي: حراسه المرمى محمد ابو جبل، في خط الدفاع احمد فتوح ومحمد حمدي الونش ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، وفي خط الوسط محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي، في خط الهجوم الثلاثي المعتاد عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح. ده تشكيل منتخبنا الوطني ان شاء الله في هذه المواجهه، مواجهه المنتخب الكاميروني، ان شاء الله يكون تشكيل موفق. عوده محمد ابو جبل اكيد اضافه كبيره، عوده ايضا محمود الونش اضافه كبيره، عوده حمدي فتحي اضافه كبيره، ومره اخرى اي واحد فيهم ما يبقاش قادر يلعب المباراه مش جاهز 100% اللي بعده هيسد، واحنا مطمنين وواثقين 100% كمان. طيب كيروش النهارده في المؤتمر الصحفي قبل مواجهه المنتخب الكاميروني اشاد بصامويل ايتو وقال عليه ان هو بطل دولي لكره القدم، وقال ان هو كان هيعيده مره اخرى لريال مدريد وقت ان كان كيروش مدربا لريال مدريد، وقال ان هو بيتمنى وجود ثلاث فرق جيدة في مباراة اليوم: مصر والكاميرون وفريق الحكام. ذكي قوي في تصريحاته، ذكي ذكي جدا يعني ماشي. وقال كمان ان كرة القدم لا تعرف الخوف، تعرف فقط الاحترام، ولدينا احترام كبير لمنتخب الكاميرون ولاعبيه. تعالوا نشوف جزء من مؤتمر كارلوس كيروش وتصريحاته قبل هذه المواجهة الكبيرة ونرجع نكمل كلامنا. لا أعلم شيئا عن اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جسامة لإدارة لقاء مصر والكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. أتمنى غدا أن يظهر ثلاث فرق بشكل جيد، هم فريق مصر وفريق الكاميرون وفريق الحكام. وجود فريقين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بقيادة مدربين برتغاليين يعد أمرا رائعا. نحن لا نمثل بلادنا فقط، وإنما نمثل البلدين اللذين ندرب منتخبهما. هناك الكثير من المدربين الشباب المميزين في البرتغال، منهم أنطونيو كونسيساو مدرب الكاميرون في الجيل الجديد. أقيم كل الحب والاحترام إلى صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، فهو بطل دولي على مستوى الكرة، وفي كرة القدم لا يوجد شيء اسمه الخوف أو الحرب أو الموت. نحن نفوز أو نتعلم، لأني لا أحب استخدام كلمة خسارة. نستعمل بعض المصطلحات من العالم الخارجي ولا وجود لها في كرة القدم. كلمة الخوف محوناها من قاموس كرة القدم، ومكانها الاحترام. نحترم منتخب الكاميرون الرائع المميز بتسجيل الأهداف، وكل منا أصبح بمثابة كتاب مفتوح للآخر بعدما خضنا 5 مباريات. شرف كبير لنا التواجد في نصف نهائي أمم أفريقيا ومواجهة الكاميرون. وصولنا لهذه المرحلة مكافأة لنا على التضحيات التي قدمناها. جاهزون لتقديم عرض جيد، وعلينا أن نركض كثيرا ونلعب، وهكذا يمكننا أن نصبح أفضل منهم داخل الملعب. إصابة أحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد الشناوي أمر غير جيد لمنتخب مصر، لكني على ثقة تامة في جاهزية باقي المجموعة التي سأختارها لخوض المباراة. دلوقتي التفكير كله دلوقتي مع المنتخب اللي احنا نحقق البطوله دي اول حاجه. لا اكيد طبعا النادي الاهلي اكيد هو عنده بطوله مهمه، اللي موجودين هناك اكيد مركزين عندهم بطوله، انا عندي بطوله هنا مع لعيبتي مع منتخب مصر في اسم بلدي، ده اكيد حاجه بتوقع فيها. اكيد طبعا يعني عارف ان هو عندهم بطوله، بس انا هنا في منتخب مصر دلوقتي وانا بتمنى لهم التوفيق يعملوا بطوله كويسه. طبعا بالنسبه للمنتخبات اللي احنا قابلناها اكيد اي منتخب احنا بنواجهه اكيد احنا بنعمل له احترام، يعني ما تفرقش معانا الاسامي، اكيد احنا بننزل السودان، غينيا، نيجيريا،
ككبار، اكيد كل المنتخبات احنا بنعمل كل احترام، اكيد بننزل بنفس القوه بتاعتنا بنفس تكتيكنا بنفس روحنا. ده اهم شيء، هو اهم شيء المنتخبات اعتقد انها كلها قريبه عن بعض. احنا عندنا مباراه بكره قويه نصف نهائي، ده حسبت في حسابات كتير، اكيد احنا مركزين في المباراه، عارفين ايه اهميه المباراه، عارفين إيه اللي بيحصل خلاص، يعني بيبقى كده البطولة راحت منه. بس احنا اكيد مجهزين المباراة كويس جدا، واحنا عارفين اللي احنا بنلعب البلد يعني منتخب المستضيف البطولة، اكيد عارفين اهمية المباراة، وقدامنا هو مفيش غير المكسب، وده اللي احنا بنفكر فيه. شكرا. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى، تصريحات محترمة سواء من كروش او من الكابتن محمد الشناوي. محمد الشناوي عامل حاجة مهمة جدا في معسكر المنتخب، وجوده واستمراره في معسكر المنتخب شيء عظيم وشيء محترم وشيء مقدر جدا من محمد الشناوي. رغم الإصابة كان ممكن يبعد عن المنتخب او يرجع تاني مصر، ولكن هو موجود عشان يدعم زمايله. هو شخصية قائد، حتى لو محمد صلاح هو القائد الرسمي لمنتخب مصر، بس شخصية محمد الشناوي مهمة دلوقتي جدا مع تشكيلة المنتخب. مش كل لاعب بس زي ما قلت لكم موجود في أرض الملعب هو اللي بيبقى سبب الفوز، في جنود كتير قوي بتبقى موجودة بره الملعب بيبقى ليهم دور كبير جدا في أي انتصار لمنتخب مصر. طيب، مران منتخب مصر الأقيم النهاردة شهد إيقافه من جانب كارلوس كيروش المدير الفني للفريق بعد وجود طيارة درون موجودة فوق أرض الملعب. لما اي قدام حضراتكم لما سالنا الكاف قالوا لنا انه مصدر في الكاف قال لنا انه الطياره دي كانت موجوده لاسباب امنيه، مش مراقبه التمرين من جانب الكاميروني ولا حاجه، هي كانت لاسباب امنيه في محيط الملعب ملعب المباراه وليس لمراقبه الفريق وطريقه اللعب او الخطه اللي هيشتغل بيها كارلوس كيروش. ماشي يعني، ماشي نصدق طبعا. عموما يعني هو استأنف التدريب، يعني استأنف التدريب بعد كده وكمل التدريب. التدريب النهارده شهد مشاركه محمود حمدي الونش في التدريب الاساسي قبل هذه المواجهه، شهد ايضا مشاركه محمد ابو جبل في التدريب الاساسي، فالاثنين غالبا هيبقوا موجودين بالتشكيله الاساسيه زي ما قلت لحضراتكم، وحمدي فتحي باذن الله يكون كمان موجود معاهم، وتبقى التشكيله ان شاء الله ان شاء الله متكامله وتبقى ما فيهاش اي مشاكل باستثناء زي ما قلت لكم غياب الشناوي وحجازي وطبعا اكرم توفيق منذ بدايه البطوله. طيب تعالوا نشوف بقى منتخب مصر في نصف نهائي كاس الامم الافريقيه بالالفيه الجديده عامل ازاي. تعالوا نبداها كمشاهد، مشهد بدايه من سنه 2000. من سنه 2000 ولحد قبل 9 يناير اللي فات اقيمت 11 بطوله في كاس الامم الافريقيه، ومنتخب مصر تأهل للدور نصف النهائي 4 مرات خلال هذه النسخ من البطولة. منتخب مصر في مبارياته الأربعة كان هو صاحب الكلمة العليا وحقق الفوز فيها جميعا، وتأهل للنهائي بعدما سجل 11 هدف واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط، وهي أرقام مميزة للغاية حققها الفراعنة. ثلاث مواجهات حسمها منتخب مصر في وقتها الاصلي بنصف النهائي خلال الألفية الجديدة كانت على حساب السنغال بهدفين لهدف، يا رب في النهائي بإذن الله، في 2006، وعلى كوت ديفوار ب4 أهداف لهدف في 2008، وعلى الجزائر برباعية نظيفة في 2010، ولقاء وحيد انتهى بالتعادل 1-1 وتحسم بركلات الترجيح 4-3 كان أمام بوركينا فاسو في 2017 وقت أن تألق الكبير عصام الحضري. عمرو زكي كان هو هداف منتخب مصر، ده المشهد الرابع، في نصف النهائي خلال الألفية الجديدة بتسجيله 3 أهداف بواقع هدف في السنغال 2006، وكان هدف الفوز وقتها، وهدفين في كوت ديفوار في 2008. في البطولة الحالية منتخب مصر تأهل لنصف النهائي وهيلاعب الكاميرون، وبكده يكون وصل للمرة الخامسة إلى هذا الدور في آخر 20 عام، رقم مش طبيعي. طبعا نتمنى أن يكون التأهل الخامس للنهائي زي ما حصل في المرات السابقة، رقم إعجازي ومش طبيعي طبعا لمنتخب مصر. النهاردة المباراة الأولى في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية انتظارا للمباراة الثانية مصر والكاميرون. المباراة الأولى كانت بين بوركينا فاسو والسنغال، والسنغال أحكمت قبضتها على المنتخب البوركيني وفازت 3-1. عبدو ديالو سجل الهدف الأول في الدقيقة 70، وبعد 5 دقائق أضاف إدريس أجاي لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني للسنغال، وفي الدقيقة 82 سجل منتخب بوركينا أول أهدافه عن طريق إبراهيم توريه، وفي الدقيقة 87 أنهى ساديو ماني الأمور تماما لصالح السنغال بهدف ثالث من هجمة كان فيها توفيق كبير جدا وخطأ غير مقصود من لاعبي بوركينا في وسط الملعب. بالمناسبة
تركيا النهارده عملت مباراه محترمه جدا قدام السنغال، واللي هيتفرج على السنغال النهارده بتركيز هيعرف ان السنغال منتخب فردي جدا بيعتمد فقط على المهارات الفرديه، وعنده اسماء كبيره جدا وعظيمه جدا طبعا، بس مش منتخب جماعي بالمره. ان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير في مواجهه الكاميرون، نروح نلاعب المنتخب السنغالي والامور باذن الله مش هقول هتبقى سهله بس هتبقى ميسره، هنعرف نتعامل مع السنغال ان شاء الله، بس نعدي الاول الخطوه الاولى امام المنتخب الكاميروني. النهارده لجنه المسابقات التابعه لرابطه الانديه المحترفه اعلنت عن جدول المباريات المتبقيه من الدور الاول ببطوله الدوري الممتاز لموسم 2021-2022. هقول لكم مباريات الزمالك والاهلي في هذا او ما تبقى ليهم من مباريات. في الجوله التاسعه سموحه هيواجه الزمالك يوم 15 فبراير، وفي الجولة العاشرة الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس، والجولة 11 بيراميدز والزمالك يوم 8 أو يوم 6 إبريل عفوا، وفي الجولة الثانية عشر الزمالك والجونة يوم 7 مارس، الجولة الثالثة عشر المقصة والزمالك يوم 9 إبريل، وفي الجولة الرابعة عشر الزمالك هيواجه فاركو يوم الثلاثاء 12 إبريل، والجولة الخامسة عشر الاتحاد هيواجه الزمالك يوم 19 إبريل، والجولة السادسة عشر الزمالك هيواجه المصري يوم 28 إبريل، الجولة 17 إيستر كومباني هيواجه الزمالك يوم 1 مايو. بالنسبة لمباريات النادي الأهلي فهتكون كالتالي إن شاء الله. مباريات النادي الأهلي في كأس الرابطة هنبدأ بمباراة مباراة الأهلي في الدوري بناء على الإعلان اللي طلع من رابطة الأندية. في الجولة الثامنة الأهلي هيواجه الاتحاد السكندري مؤجلة بسبب كأس العالم للأندية، وفي الجولة التاسعة الأهلي والجونة هيتواجهوا يوم 14/2، الجولة العاشرة الأهلي ومصر المقصة يوم 22/2، الجولة 11 الأهلي هيواجه فاركو يوم 1/3، الجولة الثامنة المؤجلة للأهلي هتكون قدام بيراميدز يوم 8/3، الجولة 12 المؤجلة هتكون الأهلي والاتحاد السكندري يوم 6 إبريل، الجولة 13 المصري والأهلي يوم 9 إبريل، الجولة 14 الأهلي وشرقية للدخان أو إسنر كمباني يعني يوم 12/4، الجولة 15 إنبي والأهلي يوم 19/4، الجولة 16 الأهلي وطلائع الجيش يوم 27/4، الجولة 17 سامي كليوباترا والأهلي يوم 30/4. النهارده بدري بنون في تصريحات الموقع الرسمي للنادي الاهلي طمأن الجماهير على حالته، وقال ان هو الان بصحه جيده بعد توابع الاصابه بفيروس كورونا، وقال ان هو متواجد مع الفريق في كاس العالم للانديه لدعم الفريق خلال هذه الفتره، لاعب كبير ولاعب قائد ايضا ولاعب محترم جدا، وان شاء الله يعود في افضل حال في الفتره اللي جايه. حاجه ما كانتش في البال ولا على الخاطر، بس هي خلاص ده قدر ربنا بسبب فيروس كورونا. اللعين كالعاده عنده توابع من هذا الفيروس، اثر شويه على امور في القلب، بس هيرجع تاني للملاعب في اقرب وقت ممكن، والنادي الاهلي متابع حالته بشكل جيد جدا ومش مستعجل ابدا عودته، عايز يطمن عليه بنسبه 100% قبل ما يلبس مره اخرى النجيله الخضراء في المستقبل. نادي اهلي جده السعودي النهارده اعلن فسخ تعاقد التونسي حمدي النقاز بإطراد، انتوا عارفين حمدي النقاز كان رجع الزمالك وبعد كده الزمالك وداه لأهلي جدة، النهارده نادي أهلي جدة فسخ حمدي النقاز. الزمالك كمان النهارده بيقيد 7 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية، عمر السعيد والإيفواري رزاق سيسي والمغربي محمد أونجم والحارس الصاعد السيد عطية ومعاه حسام أشرف وماجد هاني ومحمد طارق في القائمة الأفريقية زي ما قلت لحضراتكم. الجونة يعلن اليوم التعاقد مع أرنو الجونه يعلن التعاقد اليوم مع ارنو رن في اسم هاتوا لنا يا جماعه الصوره عشان هو كان في صوره لاعلان التعاقد، انا كده مش هقرا الاسم، لو الساده المشاهدين حد فيهم عرف يقرا الاسم فممكن يشاركنا ويقرا هو الاسم لو الصوره جاهزه معانا، عشان بقى برضه هيقولوا ان انا ما بعرفش اقرا. يا جماعه سيبوا الصوره شويه كده عشان الساده المشاهدين كمان يخشوا معانا الاختبار، لو حد عرف يقرا الاسم تمام يعني انا هبقى معاكم، بس انا حاولت اقرا كده راندريان تينتيانا، حاولت اكتب اسمه حتى بالعربي مش جاي، حاولت اقسم الاسم الانجليزي مش قادر ما فيهاش يعني، انا حتى ما اعرفش يعني ده كان بيدوله في البيت ازاي، مش عارف اكيد كانوا بيقولوا له يعني بيختصروا اسم. بصوا يا جماعه بصوا الزوم، حاولوا والله حاولوا لو انتم بتتفرجوا معانا دلوقتي حاولوا كده تجربوا، هتلاقوا بتقولوا حاجات كده زي تذكرتين بتاعت سعيد صالح، مستحيل، بس انا حبيت اعرضها لحضراتكم، بس شكرا لزمايلي في
لا عشان ما تفتكروش ان انا مش عارف اقراه، بس هو انا فعلا مش عارف اقراه بالمناسبه يعني. يعني اكيد حضراتكم ما عرفتوش تقروه برضو. طيب النهارده الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن تقديم مباراه تحديد المركز الثالث ببطوله كاس الامم الافريقيه. المباراه هتكون يوم السبت الساعه 7 مساء بدلا من الساعه 4 عصر. مباراه الدور النهائي يوم الاحد الساعه 7 مساء. التعديل جاء بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد الافريقي مع حكومه الكاميرون بسبب الامور الامنيه اللي انا مش قادر افهمه، واللي انا مش قادر اعرفه، واللي انا مش قادر استوعبه. تمام، انه منتخب مصر هيلعب بكره مع الكاميرون، مين الخاسر فيهم؟ ان شاء الله يكون المنتخب الكاميروني. هيلعب بعدها بيومين، يعني هيخلص المباراه الخميس متاخر يلعب يوم السبت مباراه. مستحيل، مش كلام منطقي. حتى لو مباراه شرفيه، التالت والرابع دي مباراه شرفيه اكتر منها، بس حتى مستحيل. انت كده هتاخد يوم الجمعه يا دوبك راحه، تصحى تنام، هتنام تصحى عفوا، وبعد كده تروح تلعب مباراه ثانيه. مستحيل، مش منطقي يعني. بجمله التنظيم الغريب، يعني بجمله التنظيم الغريب لهذه المواجهه. طيب تعالوا نروح نشوف تقرير مع الكابتن ناصر النني والد محمد النني، بيتكلم عن الانتقادات اللي توجهت لمحمد النني في الفتره الاخيره وادائه مع المنتخب. محمد النني زي ما قلت لكم واحد غيره كان بطل كوره من كتر الانتقادات والمبالغات في الانتقاد بتاع محمد النني. ارجل اللاعبين في المباريات اللي فاتت، كلهم رجاله، بس بصراحه عمل اداء في امور بدنيه مش طبيعيه وامور فنيه مش طبيعيه في مباراه المغرب ومباراه كوت ديفوار، ايضا اداء مدهش لنجم نادي ارسنال الانجليزي محمد النني. نشوف كابتن ناصر النني والد محمد النني ونرجع نكمل كلام. يعني تقييمي 8/10. البداية مثلا ماتش نيجيريا ممكن نديله 5/10، الماتش اللي بعده 6 7 8، ماتش وصل لأعلى مستوى في ماتش المغرب. ماتش المغرب طبعا انا اتكلم على الفرقة كلها، أداء رجولي، أداء فوق الوصف يا رجالة، فعلا بيتحملوا مسؤولية. محمد يعني وصل لمرحلة في ماتش المغرب ان الجمهور النهارده بدا يحس بيه، بدا يحس ان محمد دوره كبير، التغطيه ورا زمايله قليل في الميز باص، يعني ما عادش الكور كلها سليمه 100%، اللعب اللي قدام المحور بتاع الفرقه او يعني الادار بتاع الفرقه او اللي هو اللي متحكم في رتم المباراه. فرحان بناس ما يعني الناس اصلا في تونس والمغرب بيتكلموا على محمد، يعني حاجة جميلة أوي، إن يعني حسوا الناس اللي بره كمان المغرب وتونس وجزائر وكلهم بيتكلموا عن محمد النهارده بقى لعيب يعني فعلا يستاهل يبقى أحسن ديفندر في العالم يعني. طبعا الانتقادات أو لو بالإيجابي الواحد طبعا هم بيبقوا سعداء، الانتقاد بأي حاجة تمس العيلة دي اللي الواحد بيزعل فيها يعني. يعني هو تملي محمد بيكلمني ان هو اللي ما ازعلش انا، يعني تملي بيقول يا بابا انت ما تزعلش، ما عندك انت اهم حاجه انا هرد في الملعب. الحاجات دي تملي بنتكلم فيها على طول يعني. المنتخب في قمه يعني، وصلوا لمرحله الحب، وصلوا لمرحله ان هم كلهم النهارده بايد واحده. المنتخب النهارده بالجهاز الفني بالجهاز الاداري كله يعني رجل على قلب واحد زي ما بيقولوا يعني. فوصلوا لمرحله النهارده اللي هم كله بيدافع عن مصر. فديت الحمد لله ربنا يكرمهم ويكملوا البطوله دي اللي عايزينها باذن الله يعني. يعني رد فعله فعلا كان في الملعب، وطبعا هو اتكلم او اتكلموا في الحاجات دي والكابتن محمد صلاح في حته ان النقاطات ادتهم دفعه قويه ان هم يظبطوا نفسهم او يوصلوا لمرحله عاليه من الكوره الحمد لله يعني. قعدت في ماتش كاميرون باذن الله اللي احنا نكسب باذن الله، احنا عملنا ماتشين يعني فعلا ماتشين على اعلى مستوى، ماتش سهل العاج، ماتش المغرب تعبنا وتعبنا في البطوله قوي، وحقنا باذن الله يعني او باذن الله غير ما ناخد البطوله تتويج للتعب اللي هم تعبوه يعني. توقعاتي لمستقبل محمد باذن الله ان هو يبقى متواجد باذن الله في نادي الارسنال، والماتشات ديت الحمد لله ديت باذن الله تديله ان هم باذن الله يجددوا له في النادي الارسنال باذن الله.
العروض اللي اطلقها محمد في الفرق مثلا في الدوري الانجليزي في الدوري الايطالي. بس احنا باذن الله باذن الله متوقعين باذن الله نادي الارسنال يجدد لمحمد باذن الله، لان محمد عامل بطوله كويسه، وطبعا الناس كلها بعتوا له بركات من نادي الارسنال وشايفين اللي هو محمد بيتعب في الماتشات وشايفينه عامل مجهود كويس، فربنا يسهل باذن الله. بنتمنى يعني بنتمنى العيله كلها تتمنى ان محمد يكمل في الارسنال باذن الله. بالنسبه لموضوع الاهلي طبعا اللي طبعا والدته الله يرحمها يعني محمد اتربى في النادي الاهلي طبعا، قعد 10 سنين في النادي الاهلي، وطبعا امنيه حياه والدته الله يرحمها ان هي يكمل في يروح الاهلي تاني يعني. طيب لو عايزين نتاكد بقى من التشكيل، لو عايزين نتاكد من حاله المصابين، لو عايزين نتاكد من الحاله المعنويه لمنتخب مصر قبل ساعات من مواجهه المنتخب الكاميروني، بالتاكيد هنروح لزميلنا المميز دوما حسن غنيمه من الكاميرون يعرفنا كل شيء عن منتخب مصر قبل هذه المواجهه. حسن مشرف ومنور كالعاده. من العاصمة الكاميرونية يا وديه، تحياتي ليك زميلي وصديقي العزيز كابتن كريم رمزي، وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. الحقيقه يمكن روح معنويه متابعه كريم، وعايز اكمل الناس ان شاء الله ان لعيبتنا بكره باذن الله يعني عايزين وعندهم اختيار كبير ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه ملحميه زي المباراه اللي حصلت امام المنتخب الاسواري بعدها المنتخب المغربي. لكن خليني اقول لك بقى النهارده بعد الاجواء خلال اليوم النهارده في معسكر منتخبنا الوطني النهارده، مجرد ما لعيبه كتير منهم كان في دعوه او يعني محاضره نفسيه من كارلوس كيروش اللي قال للعيبه بعض الرسائل عشان يطمنوا ما يخافوش يلعبوا كورتهم. ولعيبتنا فيها عندها ثقه وعندها القلق اللي هو القلق الصحي اللي ما يضرش، القلق اللي هو احترام المنافس، بس في نفس الوقت القلق اللي ما يخلكش ما تشوفش انك في الملعب. لا بالتاكيد عندنا لعيبه كبيره وقادره ان هي تكسب المنتخب الكاميروني في ارضه ووسط جماهيره بكره. في البدايه خليني اقول لك التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني بنسبه 99% بكره هيكون محمد ابو جبل لحراسه المرمى، وخاصه ان ابو جبل النهارده شارك بشكل قوي جدا في التدريبات الجماعيه، حتى لو محمد صبحي شارك بالتاكيد هو حارس دولي وكان حارس منتخبنا الاولمبي، وكل الثقه والدعم بالتاكيد محمد صبحي، لان كل حراسنا الحقيقه لما بينزلوا بيكونوا دايما على العهد وعلى الموعد مع الجماهير المصريه، بدايه من محمد الشناوي اللي بالرغم من اصابته الا انه ليه دور كبير جدا جوه الفريق دايما بيحفز زملائه، حتى ابو جبل عمال بيتم مش شايف كارلوس كيروش حاله من اول ما اتصاب في ماتش المغرب، انا عاوز ارجع انا عاوز اشارك. دي الروح الايجابيه والروح الاصرار اللي موجوده من رجالتنا ولاعيبتنا الحقيقه في المعسكر، روح استثنائيه ودي رائع. خلينا نرجع معايا بقى للتشكيل، محمد ابو جبل لحراسه المرمى، وبقى خط الظهر هيكون احمد فتوح ناحيه الشمال، اثنين قلبي دفاع محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش اللي رجع بقوه للتشكيلات وتالق النهارده بعد عودته من اصابه الشرط في العضله الاماميه. كمان هيكون ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، ثلاثي خط الوسط منه الثنائيه طبعا مركز ثمانيه اللي كلنا وكل المحللين فيها بيختلفوا عليه، مركز ثمانيه ناحيه الشمال في وسط الملعب. في مفاضله ما بين حمدي فتحي اللي رجع برده للتدريبات بعد عودته من الاصابه، وايمن اشرف ممكن يرجع فيه ناحيه الشمال في وسط الملعب مركز ثمانيه زي ما عمل في المباراه اللي فاتت امام المنتخب المغربي امام الثلاثي الهجوم المعتاد منذ بدايه البطوله صلاح مصطفى محمد في قلب الهجوم مرموش. كمان يعني خليني اطمنك بقى على حاله حمدي فتحي بالذات، لانه طبعا كان بيعاني من اجهاد في العضله الضمه، والحقيقه كريم العضله الضمه لسه اصابه لاعبتنا طول البطوله بسبب سوء ارضيه الملاعب. احنا متعودين يعني الملعب وحش يبقى عضله على طول ما فيهاش نقاش، حتى العضله الضمه ضربت محمد ابو جبل. طيب حسن عايز اسالك سؤال مهم حسن لو تسمعني. اتفضل. سؤالي المهم ليك، هل سالت ليه الاصابات العضليه بتتكرر لمنتخبنا الوطني في معظم اللاعبين بشكل كبير جدا؟
عفوا كريم، الاصابات العضليه ليه اتكررت مع لاعبي منتخب مصر؟ الاصابات العضليه ليه اتكررت مع لاعبي منتخب مصر؟ هل سالت في ده؟ الحقيقه الاصابات العضليه اتكررت كتير مع لاعبي منتخبنا الوطني نتيجه لان اللعيبه قبل انضموا للعسكر منتخبنا الوطني كان في ضغط مباريات سواء في الدوري المصري او حتى في مع اللعيبه اللي كانت بتشارك في الدوريات الاوروبيه في ضغط مباريات متاخر سواء، ولكن بنسبه 80% من الاصابات العضليه وخاصه العضله الضمه دي بتبقى النتيجه وسوء ارضيه الملعب دايما، بيبقى اللاعب بيبقى عند الريسبونس او رد الفعل بيكون مختلف شويه لما تكون ارضيه الملعب بتكون ناشفه او قاسيه. ولكن انا برضو حابب اطمن الناس على الملعب اللي هنلعب عليه بكره، هو واحد من افضل الملاعب الموجوده في القاره الافريقيه، ملعب الامبيات يتسع ل 50,000 متفرج، ارضيته شداده رائعه يعني تختلف تماما عن كل الارضيات اللي احنا شفناها منذ بدايه البطوله، وملعب شابوما اللي كان ارضيته كارثيه بمعنى الكلمه. لكن لا اقدر اقول لك ان السبب الرئيسي في الاصابات العضليه بنسبه 60% هو سوء ارضيه الملاعب و 40% بسبب ضغط المباريات. لكن عشان كده ده اللي خلى كيروش وعصام الحضري مدرب حراس المرمى بداوا بيقللوا الحمل التدريبي على لعيبتنا عشان ما يحسوش بالاجهاد ويقدروا يكملوا البطوله. يعني انا النهارده في التدريب شايف عصام الحضري بيتكلم مع محمد صبحي كل 5 دقائق كل ما يشوط عليه شوطه يقول له صبحي انت كويس؟ انت تعبان؟ لو تعبان نوقف التمرين، لو تعبان نريح شويه. وده حتى اللي بيقوله كيروش للعيبه، اي لعيب يحس ان في ضغط على العضله يبدا يبلغني عشان نبدا في الحمل التدريبي، وبالتاكيد كيروش عمل كده. لكن اللقطه بقى كريم اللي كانت خريفه النهارده خلال التدريب، النهارده اول ما التدريب بدا وكارلوس كيروش قاعد كده على الكرسي، قاعد بقى بيتامل على الكرسي، كان قاعد بيقول للعيب ده انا هشوط هنا وباصي هنا وهتلعب هنا، فجاه لقى فوق دماغه طياره درون. وعشان نوضح للجمهور معنى كلمه طياره درون، يعني طياره بيبقى موجود عليها كاميرا تقدر ان هي تتصور بزاويه اوسع او من فوق او في الهواء، طياره تبقى شايله كاميرا. فالمهم لقى فجاه طياره درون موجوده فوق دماغه، فالراجل امن على الكرسي فراح نده مندوب الكاس قال لها ايه اللي فوق دماغي ده؟ هو في حاجه اسمها كده انت بتقرب التمرين؟ فطبعا كارلوس كيروش قرر وقف التمرين في اللحظه وفي التو لمده 5 دقائق لحد ما جت مندوبه الكاس وسالت الطياره دي تبع مين؟ اتضح في الاخر ان الرد من السلطات الكاميرونيه انها طياره تابعه للتامين الكاميروني بيعملوا بروفا بالتامين قبل 24 ساعه من المباراه، لكن بالتاكيد طبعا هي ولا بروفا ولا صحيح. حاجه. حسن انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الرائعه كعادتك بصراحه، يعني دايما بستمتع بهذه المداخله، بشكرك شكرا جزيلا يا حسن، دايما موفق. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، بالتاكيد كلام كتير عن منتخبنا الوطني، يعمل ايه بكره قدام المنتخب الكاميروني، يلعب ازاي، يلعب تشكيله عامله ازاي، يتعامل مع هذه المواجهه الكبيره ازاي. هيكون معايا بعد الفاصل الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل والكابتن امير عبد الحميد، خليكم معنا. وسط دعوات أكثر من 100 مليون مصري يخوض منتخبنا الوطني مباراة هامة مساء اليوم، حيث يحل ضيفاً على المنتخب الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. يدخل منتخبنا الوطني المباراة متسلحاً بمعنويات عالية وأفضلية فنية، وذلك بعدما تمكن من الإطاحة بمنتخبين كانا مرشحين للفوز بالبطولة هما كوت ديفوار والمغرب على التوالي، بينما يتسلح المنتخب الكاميروني بعاملي الأرض والجمهور اللذين ساهما بشكل كبير في وصول الأسود الغير مروضة إلى هذا الدور. ورغم الغيابات التي ضربت المنتخب المصري على مدار البطولة، إلا أن نجوم المنتخب عاقدوا العزم على تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب القاري الغائب عن الخزائن المصرية منذ العام 2010. ويفتقد الفراعنة في مواجهة اليوم خدمات كل من أكرم توفيق بعد مغادرته المعسكر إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأحمد حجازي الذي انتهى مشواره في البطولة بعد إصابته في العضلة الضامة وسفره إلى ألمانيا، ومحمد الشناوي لإصابته في العضلة الخلفية.
المرة الأخيرة التي واجه خلالها المنتخب المصري نظيره الكاميروني كانت في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وشهدت فوز الأخير بهدفين مقابل هدف ليفقد الفراعنة فرصة حصد اللقب الثامن. فهل ينجح المصريون في رد الدين لمنتخب الأسود الغير مروضة؟ أم يستغل لاعبو الكاميرون عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز؟ يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. الكلام طبعا لا يتوقف عن هذه المواجهة الكبيرة بين المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني. شرفني ونورني في هذه الفقرة الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل وكابتن أمير عبد الحميد. كابتن محمد مشرف ومنور. منور كابتن. عامل إيه؟ صحة بوم. ده أنت السعادة، يعني أنت أكتر واحدة تبقى سعيد. لا مش لمصر بس، الأول خلينا في كيروش. كلنا هنسعد لمصر. كلنا هنسعد لمصر، إنما أنت سعادتك مضاعفة لكيروش لأن أنت مقتنع بيه من أول يوم. أنا اتشتمت شتيمة. والله الناس عجبتني قوي. طب نرحب بميرو. طيب بس هنجيله بس فضفض معاك. ايوه فضفض معاك. زي كابتن امير كل ما وحشني جدا. مشرف يا كابتن امير كالعاده. اصل هو الراجل الف وانت بقيت تدافع عنه، يعني انت واتنين تانيين كمان كده. لما لا هو مباراه المنتخب، اصل انا ما شفتش كروش عمل ازمه غير مباراه المنتخب النيجيري. فدي كلنا اتفقنا عليها، يعني مفيش حد هينفع يقول اصل كيروش كان عمل مباراه كويسه. انما البطوله العربيه انت كنت بتدافع عنه ودافع الابطال. جد جد. عامل ايه بقى يا كابتن محمد؟ الحمد لله كابتن كويس. الحمد لله. الدنيا كويسه معاك النهارده؟ قوي قوي. متفائل جدا. بس انت لو بقيت متفائل انا خلاص انا تمام. اصل بص انا قلت لك لو عدينا سهل العاج كوت ديفوار لا هيبقى السكه ان شاء الله. وبعدين اللي كان مخاوفي من ماتش تونس وبوركينا لما تونس كسبت نيجيريا وعملت ماتش جامد، فالتاني ماتش كانت وحشه. فانا كان مخاوفي ان المنتخب يلعب ماتش كوت ديفوار جامد، طلع ان هو عمل المغرب اقوى أجمد. كمان صح. فالواحد بصراحه متفائل وحاسس ان الاولاد خلاص بقيت عارف انت شد حيلهم والدنيا هتمشي ان شاء الله. صح. بالمناسبه بقى كابتن امير على كلام الكابتن محمد على المباراتين اللي لعبناهم ورا بعض بشكل كويس، في حاجه كمان ايجابيه جدا شفتها في البطوله دي، ان دلوقتي اي لاعب بيغيب في البطوله دي تحديدا انت مش قلقان. سلام. وصلت عليك. للمرحله اللي هي بتاعت ايه، مين التشكيل بكره؟ اي حد اي حد يلعب كويس. فده نجاح للمدرب بكل تاكيد وطبعا لروح اللعيبه. رايك ايه؟ اكيد يا كريم. طبعا في البدايه انا برحب بيك وسعيد اكون معاك طبعا وكابتني حبيب امير. سواء كابتن محمد هيبقى معانا لازم الحوار بيخش في الجد على طول، يعني ما فيش وقت للحب والترحيب. لا 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 على طول راح مدخلك هوب راح رميك على النقطه اللي انت اتكلمت امير فيها دي ممتازه. صح. هايل. واخد رايك المنتخب. طب كلمني. اخد رايك فيها يا كابتن محمد. بص يا كريم، هو طبعا في البدايه كان في لغط كتير جدا على القايمه وليه ما خدش فلان وليه ما خدش فلان، وبعد كده هو عمل حاجات كتيره جدا فنان ان هو ابتدى يلعب ناس في مش في مراكزها في البدايه خالص في التصفيات، يعني في تصفيات ماتش ليبيا والماتشات دي كلها. كان طبعا كانت نقطه بعد الكابتن حسام البدري والناس كلها اتكلمت على كيروش كويس جدا والجهاز الفني، وبعدين اتكلمنا كويس في حوالي ماتش او ماتشين، وبعد كده جت الامور ما ظبطتش في البطوله العربيه. صح. لان طبعا كان لكذا سبب. اول سبب انك انت عندك النهارده الناس اللي ما لعبتش في مراكزها. تاني حاجه انت خدت لعيبه مميزه جدا يا كابتن عبد الجليل في الدوري وقدمت مستويات كويسه واحرجوك بمعنى الكلمه، وبعد كده انت ما خدتهمش في بطوله افريقيا. فهو عمل كذا حاجه في بعض. بس معلش احرجوني وانا اللي مختارهم. ما هو يعني انا اللي اخترتهم. انا اللي جبت احمد رفعت وانا اللي جبت حسين فيصل وانا اللي جبت اللعيبه دي ولعبتها منتخب مصر. انا اللي جبت عمر كمال عبد الواحد محمد عبد المنعم وهم اساسيين دلوقتي في كاس افريقيا. هل كان كل اللعيبه اللي تالقوا في البطوله العربيه كانوا المفروض يبقوا اساسيين في القوام الاساسي لمنتخب مصر؟ مش كلهم، على الاقل واحد او اثنين كان عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الواحد موجودين. تمام. بس انا معاك برضو ان واحد زي احمد رفعت كان لازم يبقى موجود. مش عايزين نتكلم في التفاصيل دي، خلاص احنا دلوقتي فرحانين ومبسوطين وفرحانين وعاوزين المنتخب يروح في حته ثانيه ونتمنى التوفيق طبعا. فبالنسبه للكروش بالنسبه للناس الاختيارات والكلام ده كله هو كان صاحب القرار في الاول في الاخر، حتى لو كانت في ناس بتنتقده يا كابتن عبد الجليل هو ليه راي. الراي بتاع الناس او النقاد او الناس اللي كانوا بينتقدوه هو ساعدهم في ده ان هو لاعب ناس في مراكز غير مراكزها، الناس ظلم ناس معينه، اللعيبه ابتدت كلهم كمجموعه واحده كله اتلخبط، حتى اللي بيلعب في مكانه اتلخبط.
فبالتالي هو في الاساس واخد الحاجات الاساسيه موجوده، انك انت عندك ناس اساسيه في انديه، ناس محترفه وجاهزين. انت بتتكلم في تريزيجيه وصلاح كانوا بيلعبوا ماتش كابتن تاني يوم، كانوا موجودين. نفس القصه نني واحجازي والناس اللي كانت مع الاهلي والزمالك وكل الناس اللي كانت موجوده كانوا بيشاركوا. كله بيشارك وحمدي فتحي بيشارك. ابتديت البطوله بمستوى مش كويس، وده الطبيعي انك انت لما بتبدا بطوله كبيره كابتن عبد الجليل تبدا فيها مش كويس، اكيد الثقه بتتهز طبعا. فابتدى النقد يجي يبقى على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. اللعيبه لها كانت لها دور معين، والجهاز الفني او مستر كروش كان ليه دور في التشكيل. اللعيبه كانت طبعا كل واحد كان لازم يؤدي بروحه ومسؤوليه اكبر. النهارده فوجئنا بنيجيريا عملت ماتش كويس جدا قدامنا، احنا كان التركيز ما كانش موجود. فبعد كده مع النقد مع الضغط طبيعي انك انت كلاعب كوره مش هتعرف تأدي كويس، ممكن تأدي بروح كويسة، تأدي بتركيز كويس، وده اللي احنا شفناه في ماتش غينيا. وشفناه بعد شوية مش هقول الأداء كان أحسن حاجة يا كابتن في الماتشين، لكن انت ابتديت على الأقل تبقى مركز تلعب بهدوء شوية، عديت حتة الضغط اللي عليك. دخلت بعد كده في ماتشات مهمة جدا كوت ديفوار وبعد كده المغرب، عملت ماتشات كويسة. وانا كنت في احدى البرامج كانت ناس بتسألني وانت شايف ان احنا ممكن نعمل حاجه، وكان في ناس كتير جدا نجوم كبار يا كابتن كانوا بيتكلموا ويقول لك احنا مش هنعمل حاجه في البطوله دي. فانا كان ليا راي تاني ان انت النهارده ليه لا، باسمك الكبير عندك 7 بطولات، تاريخ كبير، لعيبه مميزه، عندك احسن لعيب في العالم موجود، عندك لعيبه محترفه في انديه كبيره، عندك ثقه كبيره جدا باسم مصر والمستوى متقارب في البطوله دي بالظبط. يعني ما تليش برضو منتخب كان فارق عنك كتير، مفيش كريم، مفيش كريم الحاجات دي، لان انت عندك الاسماء الكبيره حتى النجوم اللعيبه الكبار ما قدوش بشكل كويس. صح. ضغط تتكلم في كل واحد عليه مسؤوليه كبيره جدا في بلده، بتتكلم في ملاعب، بتتكلم في جو، لان احنا لعبنا في الجو ده، الجو صعب جدا في الكاميرون والملاعب واجواء والى اخره. فجي بقى انت بعد كده لما ابتديت تشارك وابتديت تلعب بتاخد ثقه مع اسمك، احنا اسم كبير، تاريخ كبير، وعندك لعيبه مميزه. مع الماتشات دي ابتديت بقى خلاص في تركيز، وانا اتمنى ان شاء الله وده اللي ممكن يحصل نسبه كبيره ان اللعيبه باذن الله بكره هيأدوا بشكل كويس، هيبقى في خطه متوازنه. صح. ولا هتدافع ولا هجي لك انا بقى في الخطه بتاعه الماتش دي لما اروح برده للكابتن محمد عبد الجليل للنقطه دي قبل ما نوصل حتى لمباراه الكاميرون، انه دلوقتي فعلا انت بقيت مطمن لاي تشكيله موجوده دلوقتي، اي لعيب بيشارك بقت ميزه عظيمه. رغم ان انت كان قبل البطوله كان ممكن تنتقد انت ليه ما خدتش فلان، لو فلان اتصاب هتبقى محتاج فلان وفلان، مش عايز اكرر اسماء. بس طلعت الاسماء اللي موجوده كلها قدرت تسد وبشكل ممتاز كمان. بسم الله ما شاء الله، من الحراس، من طاقم الديفنس كله، طاقم الديفنس كله يعتبر اتغير. يعني اكرم لعب عمر، الونش وحجازي اتصابوا، لعب ايمن اشرف ولعب محمود علاء، وطبعا عبد المنعم الظاهره الممتازه اللي ظهرت، وناحيه الشمال ايمن لعبها شويه وبعدين رجع فتوح. فاذا الست لعيبه لا على مستوى واحد، بسم الله ما شاء الله ما حسيتش بغياب الونش مع ربنا، ان شاء الله مش هحس بغياب حجازي، لان حجازي غاب برده مباراه في البطوله العربيه، لعب مكان احمد ياسين كان كويس. نص الملعب يمكن الثابت النني والسولية، يمكن حمدي غاب، لا سد مكانه ايمن اشرف شويه، وانا ما بحبذهاش ان يلعب نص ملعب ايمن. في مكانه لعب عبد الله مره وبعدين تريزيجي نزل. وانا فرحان برجوع تريزيجي كاب وزيزو طبعا. الورقه الرابحه اللي بقول له ازيزو دورك اهم من اللي بيلعب اساسي، لان انا الماتش اللي فات حسيت انه نزل زعلان شويه او وشه، يعني مش حسيت انه هو متضايق سنه صغنطوطه كده. بقول له لا انت دورك مهم، دورك ودور الناس اللي ما بتلعبش مهم قوي، هي اللي موقفه اللعيبه ال 11 أيوة. دول على حيلهم بالظبط. فما حدش واي واحد بينزل بيبقى ليه دور، حتى لو دقيقه انت بتلعب مع منتخب مصر بالظبط، الدقيقه بتفرق. الدقيقه تريزيجيه عودته كابتن، يمكن انا كنت معاك وقلت لك هو بيضيع، بس يسيبه يضيع بيوصل، دي حتته. كابتن الجون اللي جابه مش اي حد يخطف. أيوة. من ورا حكيمي كده. أيوة. ده حكيمي. ايوه يعني التغطيه يعني حاجه محترمه. صح. تريزيجيه جريء. عارف انت على الجون شرس. صح. يا راجل ده نزل الماتش بتاع كوت ديفوار، كوت ديفوار ضيع 4 اجوان، 5 تصويبات على المرمى. برافو عليك. يعني للاسف كانت خارج المرمى. وبعدين كابتن عبد الجليل غير ان هو قطع من ورا حكيمي السبرنت اللي هو سبرنت جاي، سبرنت كل ده وقاري محمد صلاح يعمل ده. فده دي حاجه كويسه جدا. صح. من تريزيجيه. فده يطمنك، ده المنتخب اللي تقول عليه كلهم زي بعض.
أيوة. كلهم واحد، يمكن واحد او اثنين فروقات طبعا عاليه زي صلاح مثلا زي الشناوي يعني، انما الباقي كله. اقول لك حاجه في كيروش وقلتها النهارده في مقدمه الحلقه، كيروش ما فيش مؤتمر صحفي كان قبل اي مباراه وقال انها هتاثر بغياب لاعب او احنا عندنا مشكله النهارده عشان فلان هيغيب. ما فيش مؤتمر صحفي طلع قال لك اصل الحكم هيعمل لنا مشكله، حتى الحكم اللي الناس كلها بتتكلم عنه ده النهارده في المؤتمر الصحفي ما اتكلمش عنه. راجل ما بيديش مبررات جاهزه يا كابتن امير، يعني عارف انت في مدربين كده يقول لك ايه امهد بكم مبرر كده عشان لما يوضح كده، انا عارف بكم مبرر كده عشان لو لا قدر الله خسرنا انا براء. مع ان انا شايف يا كابتن كريم تصريحاته بعد المباراه كلها اللي خسرها بعد قبل بعد غير قبل بعد ما ممكن يبقى الحكم طبيعي يضايقه في المباراه، فاي ده مورينيو وجوارديولا كلهم بيكلم كلوب بيكلموا بعد المباراه. بس على فكره هو لسه ما شافش، ما بيمهدش للعيبه، هو لسه ما شافش تحكيم سيء في افريقيا، ما شافش في مباراه المغرب. لا ما ايه في مباراه المغرب كانت بتاثر علينا اللعب كان علينا وعليهم. ما شافش كابتن امير في مباراه المغرب؟ ايه مباراه المغرب كان فيها حاجه امير يعني فكرني بواقع او واقعتين، سيبك من الخناقه اللي حصلت دي. صراحه في مباراه المغرب ما كانش فيه قرارات تقيله، يعني مش ضربه جزاء ولا تسلل مش محسوب لنا، بس كان فيه كميه. انا عايز اقول لك لا بس النهارده احسن حكم في افريقيا كان تايه في الملعب النهارده بتاع كابتن جليل بيتكلم في حاجه كريم، لعيب كوره لما يحس ان الحكم بيخنقه في فاولات في قرار عكسي ده بيخنق اللعيبه. انت شفت صلاح كان بيتنرفز صراحه ما بيتنرفز. ايوه ما هو ده انا بقوله، هو كابتن محمد بيقول لك الحكم ما كانش عامل حاجه. لا في حكم بيحجم اللعب ده بيخنق اللعيب، اللي هو مش بيديك قرار مثلا ايه ضربه جزاء ما بيحسبهاش ولا تسلل. لا هو ده دلوقتي صعب يتعمل بالمناسبه، يعني ما فيش حكم دلوقتي يقدر يحسب ضربه جزاء ظلم ولا هدف اوفسايد عشان في فار. يعني بحس ان هي اوفر قوي ان فرقتين بيعترضوا على اوت في نص الملعب، ده اوت. انما فاولات حاجات في نص الملعب قوي مش عارف ايه، لا مش هعترض عليها. بس مش عايز ارجع للي فات عشان نشجع، يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي. انا بس مش عايز كان في فاول لاشرف حكيمي، ده ضربه جزاء اشرف حكيمي يقولوا فاول على منطقه الجزاء ضربه جزاء، محمد النني ما كانش لمس اللاعب ما لمسوش. ما دي تحجيم اللعب يا كريم، ولو بدي فرصه كمان اللي قدامي ان هو يجيب هدف حتى لو مش اللعيبه كلها كانت يعني حتى كمان كان في كوره حجاز بيقول له بس لو سمحت انا عايز حقي. ايوه انا عايز حقي بس بس انا اقول لك على حاجه، التحكيم وحش في البطوله كلها صح، ما يعني مفيش حكم قصد ان يظلم مصر او المغرب او سمير عثماني امبارح قال التحكيم كارثه، ده طالب الكابتن عصام عبد الفتاح كمان يستقيل من لجنه التحكيم في الكاف. بس الحكم الجزائري جامد قوي يا كابتن، حكم جزائري. لا بص شمال افريقيا واحنا لا كويسين جدا. أيوة. احنا اقوى ناس النهارده. الراجل تايه في ماتش بوركينا فاسو والسنغال، والله العظيم لولا رضوان جيد على الفار الراجل ده كان الماتش باظ منه. في كذا قرار كان رضوان بيلحقه الراجل المغربي الحكم ممتاز يعني. فالنهارده الحكم انا شايفه سيء جدا، ويقول لك ده من احسن حكام افريقيا. سيمبا طبعا سيمبا فانا مش عايز شماعه التحكيم دي، لان بكره الاوت هيعترضوا عليه. وارد هتلاقي بكره الحاجات دي. بص صح الفاول في نص هتلاقي الدكه قامت. فانا لا ما تشدش اللعيبه، لعيب ما يحطش في دماغه ان الحكم نازل. ما فيش حكم هينزل في القرن ال 22 ولا القرن ال 21 والعالم كله شايف البطوله، والراجل ده اللي بتاع بكره مترشح انه يحكم في كاس العالم، فاي غلطه ليه مش هيحكم كاس عالم. طيب كابتن امير بكره نتعامل ازاي مع مواجهه الكاميرون؟ شايف الكاميرون اصلا منتخب عامل ازاي؟ شايف نقاط قوته فين؟ شايف لو انت اتفرجت على الكاميرون شايف تخوفنا او بلاش تخوفنا، تقلقنا من ايه وناخد حذرنا من ايه؟ بص يا كريم في كذا حاجه، يعني انا من الفرق اللي فعلا كانت عاجباني جدا في من اول البطوله من اول لقاء كان الكاميرون. انت بتتكلم في فرق فريق محترم بيلعب على ارضه وسط جماهيره، الدوله المنظمه، عندك في لعيبه مميزه جدا، وكمان هداف البطوله حتى الان فيزيت ابو بكر هداف البطوله بالظبط، ومعاه كمان ايكيمبا ده الهداف التاني، يعني انت بتتكلم في اثنين هدافين في البطوله وعنده اثنين تحت الفراوده جامدين جدا، عندهم حارس مرمى كويس هادي طبعا. في نفس الوقت عندك دفاع قوي، وده باين في اول لقاء بوركينا كابتن عبد الجليل لما دخل فيهم جول قدروا يرجعوا بسرعه ويكسبوا ويعدوا. انا شايف وجهه نظري التهديف عندهم عندهم قوه هجوميه كويسه جدا، منظمين، حتى لو دخل فيهم جول بيرجعوا للقاء تاني بسرعه. وهم عارفين كويس جدا هم هيلعبوا منتخب لاسم كبير وعنده لعيبه مميزه. النهارده تصريحات الراجل بتاعهم بيتكلم على محمد صلاح، اي حد بيقابل منتخب مصر بيتكلم ان هو
يعني لا هو في جزء من المؤتمر الصحفي لاي منافس لمصر محمد صلاح في جزء ازاي هتمسك محمد صلاح اكيد اكيد. فاللي انا عايز اقوله هم عندهم الخطوط كلها مميزه حراسه المرمى الدفاع نص الملعب عندهم قوه هجوميه العامل البدني عندهم جد قوي جدا عندهم القوه والسرعه بيقدروا يرجعوا بسرعه فاكيد وارد ان هم يخش فيهم جول ونتمنى طبعا ان احنا نبدا باذن الله. فلكن هم عندهم حته ان هم مع الجمهور يقدروا يرجعوا تاني وعندهم ناس حتى الناس اللي بتتغير كابتن ناس مميزه جدا فهم تيم متكامل فريق صعب لكن مش صعب علينا ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله مستر كروش يلعب بخطه متوازنه وده اللي اعتقد اللي هو هيعمله بكره هيامن طبعا نص الملعب هيبتدي يعني اعتقد ان ممكن يكون تريزيجيه برده كابتن ليه دور بكره في حاجه شوت هو يعني هو ورقه معاه وهو مقتنع ان هو بينزله الشوط الثاني ممكن على الماتش اللي فات مع قوته ممكن اعتقد ممكن تريزيجيه يبتدي ممكن يبدا ايه ويخلي زيزو كمان ورقه ممكن. لا تريزيجيه لو بدا يبدا ايه مكان مين تريزيجيه لما يكون واقف على رجله وبدنيا كويس والدنيا كويسه جدا تريزيجيه ما تلاقيش عليه في نص الملعب في اي مكان يعني يعني يلعب وينج يلعب 8 يلعب اصل وينج الراجل مش هيضيع هو مقتنع بمرموش قوي طب قول التشكيل اللي انت نفسك تشوف بيه منتخب مصر في مباراه الكاميرون. انا بصراحه البطوله دي عاجبني جدا فتوح عاجبني عمر الاول ابو جبل في حراسه المرمى ان شاء الله هيلحق في لعيبه مميزه جدا يا كابتن ابو جبل كان في اتصال بيني وبينه طبعا بطمن عليهم كلهم الحمد لله الدنيا كويسه جدا ابو جبل بنسبه كبيره هيلعب لانه كان قايل ان هو ان شاء الله هيلحق وبيقدم بشكل كويس وشفنا الشناوي مش هننسى دور الشناوي طبعا افضل حارس في الدور الاول في البطوله ده اللي انا قلته كنت في احدى البرامج كنت سالت فقالوا لي مين في حراس مرمى كويسين وفي مش عارف بتاع ايه وبتاع قلت لهم مفيش غير الشناء هو المميز بعدها باسبوع الاتحاد الافريقي اختاروا من افضل الحراس تتكلم في حارس كان افضل حارس في الدور الاول في وجود مين بقى اونانا اللي هم الناس بتاع اوروبا وميندي في انديه كبيره في اوروبا ميندي اصلا يا كابتن اترشح افضل حارس في العالم لا هو افضل حارس في العالم بالظبط يعني لكن انت بتتكلم خد احسن حارس في العالم عشان بيلعب في السنغال عشان بيلعب في تشيلسي لا هو حارس كبير كمان طبعا حارس عظيم يعني فانا انا شايف الشناوي قد 30 مره الشناوي ده لو كان احترف بره كان هيبقى موضوع تاني بره هي في نقطه كابتن عبد الجليل الشناوي لما ابتدى ياخد على خبر يعني فاهم وبعد فتره وبعد ما راح ورجع بس تعرف اميره ان الجون دايما بيتصيط وهو كبير يعني ما شفتش جون وهو صغير كان نجم دايما لما بيكبر في السن انا فاكر الله يرحمه كابتن ثابت من احسن مواسمه اخر 3 4 سنين اللي هو كان كبر فيه كابتن شوبير لما خد برضه وشوبير لما خد على كبر وهي بتبقى بص بتبقى انت اكتسبت خبرات بتبقى قاعد على الدكه بتستفاد بتاخد فرص بتلعب كل ده عوامل فاللي انا عايز اقوله ان طبعا ابو جبل طبعا ادى بشكل كويس جدا واعتقد ابو جبل هيبقى موجود عمر كمال ما ادى بشكل كويس جدا وده برضه مفاجاه البطوله هو وفتوح محمد عبد المنعم برضه من الناس اللي بصراحه مفاجاه مش مفاجاه انا عارف ان الولد لعيب كويس جدا ومستني فرصه ولعب بشكل كويس حته بقى اللي هيلعب جنب محمد عبد المنعم في طبعا محمود علاء لما نزل ادى بشكل كويس ويلعب بثقه عندك الونش طبعا وجوده مهم جدا ولكن انا ما اعرفش بعد الاصابه ايه اللي هيحصل طب انت تدي الونش ولا علاء ولا ايمن اشرف الحلقه هتخلص انا شايف الونش لو جاهز طبعا وانا رايي الونش خد بالك هي برده في النهايه كانت اصابه عضليه وهو جاهز دلوقتي 100% ادى تدريب عظيم جدا وهيفيدنا كمان ان الشناوي ريح الونش ريح شويه انت بتتكلم في لعيبه معظمها مرهق فانت عايز اللعيبه بقى اللي زي الونش وحمدي فتحي الناس دي ريحت شويه وفي نقطه كريم كمان يا كابتن كريم المكان ده عامل زي الدكتور اللي بيعمل عمليات اللي هو صح ايده في المشرط على طول بالظبط الونش بعيد 3 ماتشات تداخل على قبل نهائي ايمن رجليه في الملعب يعني عارف انت في اوضه العمليات على طول بيعمل عمليه يعني بس انا شايف دي هو في حاجه بالنسبه لايمن يا كابتن ايمن قولها حته السرعات حته القوه حته الكروسات الحاجات دي كلها الغشامه شويه انت مكسوف من ايه يعني انا كنت لا لا كنت هقولها بصيغه يعني كنت اقول لك تهور شويه ما هي اسمها غشامه في الديفنس اسمه غشامه في نص الملعب اسمها تهور دي غش ده ما حدش بيعمل تاكلينج في ال 18 اجري جنبه بالظبط طلعه لبره بالظبط عمل اوفر سيبه يعمل دي في 100,000 حاجه انما تاكلينج ايمن وانت ايمن معروف بالتاكلينج بتاعه ده فلكن هو لعيب راجل جدا
هو بص ما قلناش بس عادة. عنده بالنسبه لبكره الماتش كمان يا كابتن بكره انت عندك سرعات وقوه وعندك كروسات وعندك ناس بتلعب وبتقطع كويس جدا الحاجات دي عندك اثنين هدافين البطوله هيلعبوا فعايز الاثنين اللي في القلب دول صاحيين 24 ساعه في بالظبط بالظبط انا ما اعرفش حاله الونش اخبارها ايه لكن هو سليم وجاهز وتمام ما فيش مشكله خالص يقدر يلعب مع محمد عبد المنعم في نص وطبعا يلعب النني والسوليه وانا رايي يعني حد من تريزيجيه وزيزو يلعب في الحته بتاع الثمانيه ويلعب طبعا صلاح ومرموش برده يلعب حمدي فتحي وحمدي حمدي اه حمدي موجود يبقى السوليه وحمدي ونني دول في نص الملعب تلعب بصلاح تلعب مرموش بس انا عايز اقول حاجه لمرموش يعني مرموش لعيب كويس جدا مستقبل لكن في مواقف يا كابتن عبد الجليل لازم في مواقف تعدي فيها فردي في مواقف لازم تلعب السهل بتسهل للفريق وبتسهل على نفسك لان انت لو انت النهارده مشيت بالكره كتير واتلخبطت واتقطعت منك ثقتك بتقل اللعيبه اللي جنبك لسه بقول اللعيبه بتتخنق منك لسه بقولها دلوقتي الكابتن فتلاقي اللعيبه بتتخنق بس هو لسه صغير لسه لكن هو لعيب مميز فاعتقد ان هو ممكن يستمر مصطفى محمد طبعا كل مره بيزيد لكن انا برضه مصطفى محمد في حاجات في قرارات التصويب على الجول وحاجات لازم يتقل شويه لان انا ساعات ببقى في اتجاه معين للجول يا كابتن عبد الجليل مقفول ممكن اعمل باص او اساعد بيه الناس وشفناها كتير مصطفى مستعجل عايز يجيب جول مستعجل على الشوط قراراته مستعجله لكن هو محطه كويسه جدا وعمل مجهود كبير جدا اتمنى ولكن انا شايف ان محمد شريف برده لازم يبقى ليه دور يا كابتن عبد الجليل لازم محمد شريف ياخد شويه محمد شريف متعطش للكوره خد بالك ان دور مصطفى الراجل عامله مش الجول بوكس الراجل عامل له دور دفاعي يغطي ناحيه اليمين بينزل كتير جدا طبعا بينزل كتير معاك جدا يا كابتن فعشان كده هو يعني مش بيحرز اهداف ممكن الناس ما تحسش بدوره عشان هو مش في الصندوق كتير بس بيعمل ادوار عظيمه جدا يعني الضغط على لعيب ابو بكر بتاع الكاميرون ده بيجي لا قاعد في ال 18 رائد في ال 18 بصراحه مش رائد في ال 18 هو فظيع بيعمل كل هو نحله يعني اللي عاجبني يا كابتن النضج بتاع صلاح والنهارده شفت ساديو ماني في تفاني للفرقه بشكل غريب يا كابتن مفيش انانيه بتجيله الكره بيعدي من واحد بيلعب بيباصي للي جنبه هي دي بتاعت مرموش يعني صلاح بيعدي ده صلاح فيه اربع كور في ماتش كوت ديفوار او الماتش اللي قبليه هو يجيب اجوان لا بيحط للي جاي بيحط للي جاي كميه تفاني ونضج لا وفي مباراه المغرب انا بالنسبه لي كان محمد صلاح خيال هو في 3 4 لعيبه حتى كان في صوره شهيره كده على السوشيال ميديا في 3 4 حوالين محمد صلاح هو بيعدي منهم بيسجل هدف وبيعمل اسيست في المباراه الصوره دي صور بس لا في صوره يا جماعه لمحمد صلاح كان حواليه لعيبه المغرب اربع لعيبه وضع طبيعي لصلاح رونالدو ميسي مبابي كل الناس اللي هي المميزه دي بيبقى لازم 2 3 لعيبه عليه لازم لانه كده كده هيعدي واحد والتاني بص على التالت هتلاقيه بيعوره بيضربه خلاص فهو الناس دي المميزه والسرعات هو ده انا بس عايز اقول حاجه يا كابتن عبد الجليل صلاح ليه بيعمل اسيست كتير قوي ما بنشوفوش في ليفربول بيعمل واحده اتنين لكن صلاح بياخد الكره ما بتشوفوش غير على الجول احنا مفتقدين الحته بتاعت 10 اللي بيوصل لصلاح اللي بيوصل لمرموش اللي بياخد هو اللي بيقوم بيها صلاح اللي بيقوم صلاح اللي بيقوم بيها تاني حاجه انت عندك في الحته دي بيبقى واحد واقف هيخلي مصطفى محمد ما يرجعش ياخد يدافع في الحته دي عشان كده الراجل لما بيلعبش ب10 فمضطر ان الفيرود ده لازم ينزل ويدافع ده شغل تكتيك بالنسبه له شايف تشكيل مناسب لينا ايه مش هختلف عنكم كتير ابو جبل ان شاء الله يبقى موجود عمر عبد المنعم ايمن اشرف فتوح حمدي النني السوليه وبقول للنني انت لعيب كبير ولعيب دورك معروف في منتخب مصر ومش محتاج ناصر النني والده يطلع يدافع عنه انت بتدافع عن مين ده لعيب في النادي في الارسنال لعيب في انجلترا وبقاله 10 سنين ولا 15 سنه محترف بره ما يتاثرش محدش يدافع عن النني النني مجهوده في الملعب انا قلت لك النني مش لازم نبص له ان هو سوبر اللي هو زي صلاح اللي هو بيجيب الاجوان اللي هو بيعمل كل حاجه لا النني دوره محوري جامد قوي وبيقطع وبيغطي وبيشتغل فاحنا لازم نبص له المنظور ده احنا باصين له ان هو احنا عايزينه يعمل كل حاجه لا هو ناجح في الدور بتاعه ربنا يوفقه وقدام طبعا صلاح ومصطفى محمد ومرموش معاهم بقى ان شاء الله ينزل تريزيجيه ينزل زيزو ممكن رمضان ممكن شريف ممكن عبد الله السعيد يعني زي ما انت قلت ده منتخب كله زي بعضه
الحمد لله يعني كل الموجودين رجاله. يعني معاهم يعني انا شايف 22 لعيب كلهم في مستوى واحد يعني طلع صلاح والشناوي الباقي كله باكج كله بسم الله ما شاء الله اللي بينزل بيأدي اللي بينزل بيأدي. في حاله روح حلوه كده حاسسها في المنتخب يا كابتن امين من حالات اللي هي بتاعت زمان يعني في فتره كده جت علينا من بعد 2010 2012 الجيل العظيم وبعد كده في كده شويه ايه نسمع مثلا اصلا مش عارف مين يتخانق مع مين مين اتضايق مع مين مين كان في ازمه في اوضه اللبس دلوقتي لا الجيل ده شبه الاجيال اللي فاتت دي اللي اجيالكم يعني لو ما فيش ازمه بقى الدنيا فيها حب حقيقي وكل الناس بتتفاهم حاسس بالاحساس ده ولا وصل لك وصل لي طبعا بس انا عايز اقول اللعيبه الكبار ليهم دور يعني اللعيبه الكبار اللعيبه المحترفه كابتن عبد الجليل بتفرق يعني انا النهارده لما اكون انا زعلان لما يجي محمد صلاح يكلمني يقول لي ما تزعلش وخليك جاهز هتلعب في اي وقت تعملش مشكله دوره كده بيعمل معاهم كده صح ده دور مهم جدا النهارده لما يجي الشناوي في لعيب بيبقى عليه ضغط عصبي الشناوي يتكلم معاه بطريقه معينه ده بيهديه خش بقى على الحته الماديه اللي بتريحك شويه انت النهارده في لعيبه بتبص لها انا عايز العب عشان اخد فلوس فالحته الماديه في انديتهم متعوضه شويه عكس ما كان زمان الامور الامور صعبه جدا يقول لك ولا ماديا ولا عايز العب عشان كده كان بيتخانق عشان يلعب عشان ياخد مكافئات كان بيتخانق عشان يلعب عشان ياخد بيت عقده فده كان يعني كان في بعض اللعيبه كان بيحصل فيهم كده لو بصينا على الجيل الذهبي في حاجتين الجيل الذهبي ده كان عنده برضو لعيبه يعني لعيبه مهمه جدا ما كانش عندنا محترفين كتير يا كابتن لكن عندك لعيبه كبار محليين كبار فطبعا لما بتخش مع المجموعه دي انت غصب عنك لو انت حد مش قابل او عايز تعمل مشكله بيبقوا الناس عارفين في اجتماعاته كده هو بيلم نفسه تاني وبيرجع تاني مع المجموعه تمام الحته بقى اللي فيها تغيير ده في احلال وتجديد انت بتتكلم في جيل مهم عبال ما دخلت في جيل تاني كان بعض اللعيبه اللي هي الكبيره اللي بنتكلم عليها كبار دلوقتي كانوا صغيرين معاهم فشربوا منهم الحاجات اللي هي الايجابيه ابتدوا النهارده يتعاملوا مع الجيل اللي موجود دلوقتي بشكل نفسي وبشكل فني فطبيعي ان ده دورهم مهم جدا تاني حاجه الفتره الاخيره دي كان لازم يتكاتفوا كلهم يا كابتن عبد الجليل كان في نقد كبير جدا كان اللعيبه كلها عليها ضغوطات كان لازم كل لعيبه تبقى في اجتماع دخلنا نفسنا في مين كابتن دخلنا في نفسنا مين اللي هيلعب دخلنا في نفسنا بعض الناس بتشجع اهلي وبتشجع زمان دخلنا في تفصيله كده معينه لكن يمكن الهزيمه الاولى بتاعت نيجيريا دي خلتنا نتحد اكتر خلت اللعيبه تتلم اكتر يبقى في تركيز اكتر اجتماعات اكتر فكل ده فارق مع اللعيبه وشايف ان اللعيبه كمان مميزين جدا الراجل فوقه بالظبط النقد الكتير وفي يعني بعض مش عنيد اهو مش عنيد لا مش عنيد طبعا لا مش عنيد هو لو كان عاند كان هيروح فهم برضو اخواته هنا المعلم فنجادة الحاج فنجادة اللي قاعد في اتحاد الكوره والحاج جوزيه قالوا لا الشعب المصري مش زي اي شعب فتسمع لهم الناس دي بتفهم كوره اه والله يا كابتن فمعنتش بصراحه وانا متوقع ان في لعيبه قعدت معاه صلاح خصوصا وجهاز فني قعد معاه وناس من اتحاد الكره قعد معاه فقالوا له اتظبط واتعدل واحنا كلنا شجعناه وسقفنا له ومدرب كبير لا مدرب كويس كبير لا مش كبير كويس ماشي نتقابل بعد البطوله ان شاء الله واحنا شايلين الكاس يا كابتن رب محمد يا رب حبيبي شرفتني ونورتني يا كابتن شكرا محمد شكرا يا رب يخليك كابتن امير شرفت ونورت كالعاده اشكرك شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل تاريخ وحاضر مع دكتور عادل سعد خليكم معنا هو يعني هو خلاص بقى نجم يعني هو نجم اصلا يعني نجم وحضراتكم عارفينه وبتستمتعوا بيه دايما تاريخ رائع في التاريخ حاضر ما شاء الله في الحاضر كمان يقول لك احسن معلومات ممكن تسمعها في الدنيا مبسوط وسعيد جدا ان هو موجود معايا هنا لاول مره على القناه الاولى اتقابلنا كتير طبعا في مواقف اخرى ولكن فرحان جدا ان هو معايا النهارده لاول مره دكتور عادل سعد يا دكتور عادل مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك لو انت سعيد ايراد انا سعيد 24 ايراد يعني يا كريم دايما كنت بستمتع بوجودي معاك واحنا كنا مع بعض كده دايما ولا نجم ولا حاجه يعني اجي جنبك ايه خلاص ده انت اصلح يعني دايما عادل سعد يعني مش مع الناس يقول لك اصل في راديو عادل سعد في التلفزيون عادل سعد عايز تسمع معلومه تاريخيه بس الحاضر ما شاء الله عليك ربنا يخليك مشرف ومنور طيب
قبل ما اخش معاك في كل التفاصيل دي في تمام. كل التفاصيل انا ناوي اتكلم معاك فيها في ماتش الكاميرون وماتش اللي حصل في ماتش المغرب واللي جاي كمان ان شاء الله بعد الكاميرون باذن الله لما ربنا يكرمنا في قصه حلوه انت حكيتها لي قبل الهوا على طول وحابب اعيدها تاني قدام الناس. كنا بنتكلم انا والدكتور عادل والكابتن محمد عبد الجليل قبل ما يمشي عن كروش وبتاع, فراح دكتور عادل ايه بسرعه كده وهيديك موقف تاريخي كده حكايه حلوه على طول, فاحكي الحكايه. يعني اللي حدث في مباراه نيجيريا والقناعات اللي كانت عند كيروش كريم اللي زعلت ناس كتير منه وحتى مسؤولين وجمهور باللخبطه اللي حصلت في التشكيله, اللي انا دخلت عليك كده وانا داخل عليك انت والكابتن محمد عبد الجليل وانت بتتكلموا في الموضوع وانت عندك قناعاتك بكارلوس كيروش بشكل كبير, بشكل او باخر بتفكرنا بذكرى وكانت ذكرى حلوه. لما استضفنا البطوله لثالث مره في تاريخنا, لان احنا استضفنا البطوله اول مره 59 ثم 74 ثم جاء الدور على 86 والبطوله كانت غايبه عننا بقالنا 27 سنه والناس كلها مستعده وبشكل كبير جدا من اجل الفوز باللقب. ونتفاجأ في مباراه الافتتاح زي ما حصل في مباراه نيجيريا مع مايك سميث الراجل الويلزي ان احنا بنخسر المباراه, والراجل كان في الوقت ده كان مقعد في المدرجات نجوم مقعد كابتن مصطفى عبده, كابتن طارق يحيى, ويمكن الكابتن شوقي غريب, بس الكابتن شوقي غريب كان لسه منضم للمعسكر بعد اصابه الكابتن ابراهيم يوسف فيدوبك جه قبل الافتتاح بيوم على طول. حصل ضغوط على طول من الاعلام والمسؤولين, الضغوط دي اتت بثمارها, الراجل بدا يغير قناعاته وبدا يلعب بالنجوم ديت, وكان الكابتن طارق يحيى والكابتن مصطفى عبده من نجوم البطوله واللي كملوا, وكابتن شوقي غريب لما لعب في المباراه التاليه على طول امام كوتيفوار سجل هو كابتن جمال عبد الحميد, وده كان بدايه المشوار, فوزنا على كوتيفوار 2-0 ثم الكابتن طاهر ابو زيد هدفين في موزمبيق ثم الهدف الشهير بتاع الكابتن طاهر ابو زيد في المغرب ثم المباراه النهائيه والفوز بركلات ترجيح على الكاميرون. فبالتالي بصوره او باخرى كان نفس اللي حصل بالظبط, بدايه سيئه جدا في ظل القناعات كانت مش مظبوطه, ولكن وبدايه تشكيك كمان يعني وبدايه تشكيل بالظبط, تشكيك التشكيك كمان التشكيك في المدرب هنا والتشكيك في المدرب هنا اللي كده قال لك يمشي هنا ويمشي هنا من اول البطوله, التشكيك والتشكيل وامور كتيره كانت متشابهه جدا بين الموقفين ما بين 86 وبطوله 2021. في مباراه المغرب تحولنا, انا فاهم ان في مباراه كوت ديفوار هي البذره الاولى لمنتخب قوي حقيقي بقى في البطوله صحيح, بس في مباراه المنتخب المغربي لا انا اقوى انا اجمد انا تكتيكيا وفنيا ومهاريا عندي ثقه كمان, مش بس تكتيكيا انا كويس لا انا عندي ثقه في الملعب ومش فارق معايا اللي قدامي انا كمان نجم كبير, انا بتكلم على كل اللي كانوا موجودين في الملعب كل واحد فيهم كان شايف نفسه نجم كبير وادى بشكل رائع جدا. الشكل التكتيكي في الملعب كمان كارلوس كيروش عمله تقريبا بامتياز. بص كريم انت واجهت المغرب كتير جدا ما تفوقتش يمكن اللي كان ثلاث مرات قبل كده وكانت الفروق بسيطه 86 احنا بنهاجم هم بيهاجموا في 2017 هم كانوا الافضل مننا في الكوارتر فاينل في البطوله المباراه لما كسبنا بهدف كهربا في 71 دي لما كسبنا 3-2 برضو المباراه كانت رايحه وجايه, ولكن المباراه دي بالتحديد افضل مباراه في تاريخ مصر عملتها امام المنتخب المغربي. حلو انت بتتكلم عن منتخب انا شايف ان المنتخب المغربي لو لم يصطدم بالمنتخب المصري لكان ذهب لبعيدا, انت بتتكلم عن منتخب عنده لعيبه تقدر تكسبه اشرف حكيمي سفيان بوفال سليم املاح يوسف النصيري, ولكن احنا ادينا بشكل كان اكتر من ممتاز, كارلوس كيروش ارى المباراه بشكل اكتر من جيد دي نقطه. النقطه الثانيه وحيد خلوزيتش وقع في اخطاء بالجمله, هو بدا اول مباراتين في البطوله امام غانا ثم المباراه الثانيه امام جزر القمر بطريقه 4-1-4-1 ودي ما كانتش كويسه قوي رغم ان هو ضيع اهداف كتير في مباراه جزر القمر, لما لعب ب 4-4-2 دي كانت الطريقه المثلى للمنتخب المغربي لعده اسباب, اولا بتدي افضليه لاشرف حكيمي عشان يقدر يزيد كظهير ايمن, بتدي افضليه ليوسف النصيري لما بيلعب جنبيه مهاجم وبياخد عين المدافعين اللي معاه فبالتالي بيكون ليه افضليه على المدافعين اللي موجودين معاه, طريقه 4-1-4-1 فطل ليها كارلوس كيروش وكان متخيل ان فعلا المنتخب المغربي هيلعب بيها, وعايز اقول لك ان في المباراه ديت احنا عملنا ادوار عظيمه جدا, يمكن مصطفى محمد اللي الناس كتير بتتكلم عنه مصطفى محمد كان عنده دور مهم قوي في حته وقف سفيان مرابط اللاعب اللي بيلعب قصاد الاربعه اللي في خط الظهر, منع سفيان مرابط من الربط ما بين خط الظهر وخط الوسط يا كريم, فبالتالي انت بتتفرج على المنتخب المغربي مش بيلعب كورته عمال يشعلق الكره كل شويه, سفيان بوفال وسليم املاح تم السيطره عليهم من ثلاثي خط الوسط, فبالتالي انت عزلت تماما يوسف النصيري في ظل بقى ان فتوح عمر مرموش قافلين تماما على واحد من احسن اتنين باك رايت في العالم وهو اشرف حكيمي, وحدث بقى ولا حرك ادم مسينا الظهير الايسر, هو منشغل بشيء واحد كيف يوقف محمد صلاح, فانت ضربت المنتخب المغربي في مقتل زي ما بيقولوا, تفوقت رغم ان المنتخب المغربي من وجهه نظري واحد من افضل المنتخبات في الدار, وحيد خلوني زيتش على فكره ما خسرش الا مباراتين صح من ساعه ما تولى المسؤوليه, بس انت ذكرت كمان في النقطه التكتيكيه ناحيه الشمال ناحيه حكيمي تمام انه تالق فتوح وتالق مرموش
تمام. وعايزك تزود من البيت شقه لو انت هتتفق معايا. اتفضل. الدور اللي عمله ايمن اشرف. اه طبعا. يعني بعيدا عن ضربه الجزاء اللي كلنا اتفقنا انه ما كانتش المفروض تتعمل وخطا صحيح. فادح لايمن اشرف، بس الدكتور الناس قالت انه ايمن اشرف ما كانش المفروض يلعب عشان ضربه الجزاء، بس ما اتكلموش بعد كده عمل ايه فنيا. انا لسه كنت بقول لك الادوار العظيمه اللي عملها الثلاثي اللي في خط الوسط صح. وكان منهم ايمن اشرف. ايمن اشرف احيانا بيعيبه البعض البطء، ولكن ايمن اشرف لاعب ذكي. لاعب ذكي بيعرف يتغلب على النقطه دي بشكل كويس. هو كان يحسب عليه التهور اللي عمله في لقطه اشرف حكيمي، ولكن قلت لك الادوار اللي عملها الثلاثي في وسط الملعب ان انت تمنع سليم املاح وسفيان بوفال عام 2021 اكتر من راوغ في الدوريات الخمسه الكبرى. ايوه. سفيان بوفال اكتر من صنع فرص من اجل تحقيق الاهداف في بطوله كان 2021. سفيان بوفال واحد من افضل لاعبي الدوره، انت نهيت دوره تماما. ورغم اللي انا بقوله ده، وحيد خليل لوزيتش ساعدنا بشكل كبير جدا لما خرج سفيان بوفال في قبل نهايه الشوط. احنا سقفنا كنا بقول لو انت بتعمل ايه بس يلا تمام. اه ولما لعبت باثنين فراود زكريا بخلال وريان ماي انت طب الاثنين دول مين اللي هيلعب لهم كور؟ مين اللي هيوجد لهم الحلول؟ فانت كده فعلا انت عملت مباراه عظيمه جدا قصاد المغرب من كفه الاوجه. صحيح وحيد خليل لوزيتش وقع في اخطاء، المغرب ما ظهرش بالشكل اللي كان ظهر بيه في المباراه السابقه، ولكن انت كمان كان لك الافضليه في امور كتيره جدا. طيب لعبنا مباراه كبيره جدا قدام المغرب، مباراه كبيره جدا قدام كوت ديفوار، والناس بعد ما كانت بتبقى قلقانه احنا داخلين اي مباراه من دول نقول ايه يا رب احنا غالبا هنخسر غالبا هنخسر النسبه الاكبر ان احنا هنخسر. دلوقتي حصل حاله طمانينه زياده عند الناس اللي هو قال لك ايه هنخش مباراه الكاميرون احنا بس خايفين من الجمهور والحكم، لكن كمنافس هو اسهل من المغرب وكوت ديفوار. الكلام ده مظبوط؟ هو منافس اسهل من المغرب وكوت ديفوار من وجهه نظري؟ اه يعني انت لو هتتكلم على مستوى الفروق القوه ما بين كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، لا الكوت ديفوار والكاميرون عندهم افضليه. وعايز اقول لك على حاجه، كوت ديفوار كانت منافس مع الكاميرون لحد الثواني الاخيره على مين اللي هياخد بطاقه العبور للمرحله الاخيره في كاس العالم، ولكن هدف كارل توكو ايكيمبي اللي سجله هو اللي ادهم الافضليه، ولكن كوت ديفوار منتخب قوي جدا. منتخب الكاميروني عنده مشاكل كبيره جدا يا كريم لما انت تقعد تتفرج عليه. منتخب الكاميروني كل المباراه تلقى فيه اهداف يمكن الا المباراه الاخيره بتاعت جامبيا. عنده تقل في لاعبي مايكل نجادو نجدوي الراجل اللي كان بيلعب معاهم حتى في 2017 اللي بيلعب حاليا في جنت، تشارلز الراجل اللي بيلعب في نانت الفرنسي. عندهم تقل شويه في حته التحولات السريعه، ودي النقطه اعتقد هيلعب عليها كارلوس كيروش، ان انت لما بتخطف الكوره لازم تنظم الهجمه السريعه، ما تستناش لما يتمركزوا. لما بيتمركزوا المنتخب الكاميروني بيتماسكوا دفاعيا بشكل جيد. لما تتفرج على الاهداف اللي تلقتها شباك الكاميرون في البطوله هتلاقي اغلبها جايه من التحولات السريعه، لان عندهم مشاكل كبيره جدا. اونانا احيانا بيغيب عن التركيز، مع ان اونانا واحد من افضل الحراس اللي خلاص اقترب من الانتر. وأنا كان يعني عنده مشكله شويه بسبب الايقاف اللي حصل له، ما رجعش للمستوى برضه اللي احنا كنا شايفينه عليه قبل كده في اياكس. هم بيتميزوا بشيء مهم جدا، الاطراف هم اللي بيشغلوا الاثنين المهاجمين اللي موجودين عندهم. زي ما لما توقف واحد زي اشرف حكيمي يبقى انت ان شاء الله في المتناول انت تقدر توقف فايه اللي ورا. عملت في كوت ديفوار لما وقفت نيكولاس بيبي، وقفت كمان كونان ليفت باك بتاعهم العظيم بسبب محمد صلاح طبعا وسيرجيو اوريه الباك رايت، بس بتكلم كمان كان كونان مفتاح لعب عظيم كوت ديفوار بسبب محمد صلاح بالظبط. وقفت الناحيه الثانيه نيكولاس بيبي مع الناحيه اليمين، فانت وقفت التمويل تمام. فانت اللي بتقولي دلوقتي اوقف التمويل اصلا بالظبط. انه طوله الظهير الايسر بيلعب في سياتل الامريكي، وكولينز فاي الراجل اللي هو مكنت عرضيات وعرضيات متقنه صح. فلما نوقف دول انت بتمنع الخطوره تماما، لان خطوره فينسنت ابو بكر وكارل توكو ايكين بيلعب ليون ولاعب النصر السعودي في الكور العرضيه المرسله، ويمكن الاثنين ال11 هدف هم اللي مسجلين ال11 هدف. بيفكروني كده ب57 لما سجلنا في البطوله 6 اهداف، الست اهداف كانوا من اثنين لعيبه ومن نادي واحد، نادي الاتحاد السكندري، كابتن رأفت عطية والكابتن الديبة لما فاز كمان بلقب الأفضل في البطولة، وكمان كان هداف البطولة واللاعب الوحيد في التاريخ اللي سجل سوبر هاتريك في المباراة النهائية وكان أمام أثيوبيا. عارف أنا بحب فيك إيه؟ إيه؟ معلومات التاريخية كده اللي بتتاخد إيه سموزي كده اللي هو إيه؟ كريم اللي هو في النص كده إيه ألاقي تلات أربع معلومات كده بسرعة كده وأنت سايب إيدك. أنت بقى اللي بتكبرني على كده، أنت اللي بتسحب وأنت سايب إيدك. طيب هنلعب ان شاء الله قدام الكاميرون، وعرفنا دلوقتي نقاط القوه ونقاط الضعف في المنتخب الكاميروني. احنا نستغل ايه من نقاط قوتنا بكره؟ احنا المفروض نلعب بتشكيل عامل ازاي؟ ايه الطريقه المثلى اللي نلعب بيها بكره مع المنتخب الكاميروني؟ ما اعتقدش يا كريم ان هيبقى في اختلافات كبيره في التشكيله، يمكن احنا هنبقى مجبرين على بعض الامور يعني، وكلمه مجبرين ما بقتش كلمه عيب عندنا. ايوه
ما بقتش مطمن اي لاعب هيخش عندنا تماما. محدش كان يتخيل ان محمد عبد المنعم يؤدي الاداء الخيالي ده. صح، عمر كمال عبد الرحمن، عمر كمال عبد الرحمن ما كانش حد يتخيل انه يلعب بنص الطاقه الفنيه اللي بيلعب بيها دي. صح، ابو جبل يجي من بعيد بعد الشناوي يعمل زي مستوى الشناوي كمان. بالظبط، انت كده بقيت مطمن يعني. صح، انت الميزه في البطوله ان انت الاساسي والبديل وبديل البديل، انت بقيت مطمن. صح، تحس ان فعلا، وما بقولش الاولاد تقليلا منهم، لكن احنا من حبنا ليهم الاولاد فعلا نازلين ومركزين تركيز اكتر من ممتاز، يتخطى المية في المية، فبالتالي انت ما عندكش اي مشكلة. مش هيحصل تغييرات كتيرة يعني، ممكن الونش هيبقى موجود مكان احمد حجازي، لان خلاص للأسف ان احمد حجازي مش مكمل معنا البطولة. هيبقى هو محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد وفتوح ومعاك ابو جبل، لان برضو الشناوي صعب انه يلحق بالمباراة ومش هيلحق المباراة بالفعل. الثلاثي بقى اللي في خط الوسط هي دي اللي ممكن يكون فيها، لان الثلاثي الامامي معروف، مرموش وصلاح ومصطفى محمد. لا، واثنين من في النص معروفين، السوليه والنادي. هنا بقى انت هتلعب يا هتشوف بقى مين اللي ممكن يكون موجود ثالث حسب الراجل، هو هيشوف ايه من الامور اللي ممكن تجري، بسبب ان هو كمان يعني الامور اللي حصلت كمان النهارده في التدريب والكاميرات والكلام واللازم منه ده مقلق الراجل شويه. وانت تعلم جيدا ان البرتغاليين بيعرفوا يتعاملوا مع المواقف دي بشكل جيد، يمكن ده اللي مطمنا. يمكن كمان المواجهه هتبقى برتغاليه، توني كونسيساو مش من مدربين الصفوه، درب انديه صغيره جدا في البرتغال، درب كمان نادي كلوك في رومانيا، درب نادي الفيصلي السعودي، ولكن انت الراجل ده كارلوس كيروش لا، تاريخ كبير جدا من الاحتكاكات على مستويات عليا جدا، فبالتالي يعني ان شاء الله يكون عندنا طمانينه في المباراه ونقدر نستغل نقاط الضعف اللي قلت لك عليها، تقل الاثنين قلبي الدفاع وخط الوسط عندهم لما بيتضغط عليه كتير يا كريم انت بتفقده. انت جزر القمر بيلعبوهم بيوسف ماشنجاما اللي سجل الهدف العالمي، شاكر الهدهور حارس مرمى الليفت باك، الليفت باك اللي انتقل لاجكسيون هوت لسه من يومين. فانت بتتكلم عن منتخب ومحمد الفاردو بانو نبهان الراجل بتاع ريد ستار بلجراد، رغم من كده وكان عندهم مشاكل كتيره ولاعيبه مستبعده عملوا عليهم مباراه العمر، فبالتالي من مردود المنتخب الكاميروني في المباريات كلها، اللهم الا مباراه جامبا اللي سيطروا عليها طولا وعرضا. المنتخب الكاميروني انا مش عايز اقلل منه، لان المنتخب الكاميروني عنده عناصر جيده، ولكن في حتى شوبو موتينج مش ظاهر بالشكل اللي انت بتشوفه، بينزل دقائق معدوده. فانت بالتالي يعني اعتقد بالاداء الجيد اللي احنا عملناه، ويا رب ما نرتكنش للاداء الجيد قوي اللي احنا عملناه في المباراتين السابقتين عشان نقدر نعمل مباراه كويسه امام كاميرون. طيب النهارده اليوسي بيوصل فاينل، مدير فني المنتخب السنغالي بيوصل فاينل كمدرب، زي ما وصل الفاينل كلاعب. الحاجات دي حاجات ليها انت اللي بتشدني اهو للمواضيع دي. ما انا عارف عشان انت جامد، عشان ما اصل انا برضه لو معايا دفاع عادي مش هقول له يعني. لا ربنا يخليك. المواقف دي اتكررت امتى واتكررت ازاي واحنا لينا ولينا شبهها ولا لا؟ في لعيبه كتير لعبت النهائي بطريقه او باخرى، بمعنى احيانا كلاعب ومدير فني واحيانا كلاعب وحكم. كلاعب وحكم هو واحد فقط عملها في تاريخ كاس الامم الافريقيه، كابتن الديبه لما لعب نهائي 57 وكان هداف البطوله زي ما لسه كنت بحكي لك من شويه، ولعب نهائي بطوله 68 كحكم في المباراه اللي جمعت الكونغو كينشاسا مع غانا، والمباراه دي اللي انتهت بهدف بيركلالا موكيندي لصالح منتخب الكونغو 1-0. المباراه دي كان لها واقعه غريبه جدا، منتخب الكونغو مش عايزين يلعبوا المباراه عشان المناديل البيضاء اللي كان لابسها غانا بيقولوا فيها سحر، وكانوا عايزين يلعبوا، وهيلا سيلاس الامبراطور موجود، والكابتن الديبا حكى الواقعه دي وقال لك انا فكيت منديل ورتهم ما فيش حاجه، ولعبوا وخسروا المنتخب الغاني. الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه هداف بطولة 59 بثلاث أهداف، لعب المباراة النهائية أمام المنتخب السوداني، وما كانتش مباراة نهائية قوي لأن كانت البطولة من ثلاث فرق وكان دور واحد من مجموعة من دور واحد يعني. لعب كمان كمدير فني في 98. اليوسيسي بقى اللي لعب 2002 وخسر، هو اللي ضيع ركلة الجزاء اللي خسروا بيها أمام الكاميرون. 2017 لما خسروا بهدف بعد 19 امام بغداد بونجاح المنتخب الجزائري الشقيق لما فازوا عليهم بنتيجه ال 1-0، وادي كمان مره بيوصل ل 2019. في واحد كمان فاز بيها مدرب ولاعب بس ما لعبش المباراه النهائيه، ستيفن كيشي الراحل، ستيفن كيشي اللاعب نيجيريا فاز بيها كمدير فني 2013 وما لعبش المباراه النهائيه في 94، ولكن كان من تشكيله وسترهوف في 94 لما فازوا 2-1 بهدفي امانويل امونيكي في ملعب المنزه في تونس. هم دول اللي لعبوا المباريات بصوره او باخرى، مره لاعب او حكم، لاعب او مدرب. حكايتنا ايه مع الكاميرون في مباراه نصف النهائي او في مباراه الكاميرون بشكل عام في كاس الامم الافريقيه؟ ايوه ده سؤال مفاجئ. عشان انا بحب اسالك اسئله صعبه كده لعل وعسى تقع مني. احنا لعبنا الكاميرون 10 مرات ولا مره سيمي فاينل، ولا مرة. خمسة في دور المجموعات، ثلاثة في النهائي، اثنين في الكوارتر فاينل. الثلاثة طبعا اللي في النهائي فوزنا في 86 وفوزنا في 2008 اللي كل يتذكرها، وطبعا اللي كل يتذكرها قوي 2017. أول مرة سنتواجه مع المنتخب الكاميروني في مباراة السيمي فاينل.
يمكن احنا قبل كده واجهنا مرتين البلد المضيف في السيمي فاينال. واجهنا فاسو 98 مع الكابتن محمود الجهري وفوزنا بهدفي الكابتن حسام حسن، ثم المباراه اللي كانت سنه 70 في السودان ودي خسرناها 2-1 من المنتخب السوداني في الوقت ده، وفوزنا بالمركز الثالث لما تفوقنا على كوتيفوار، وكان سجل لنا الاهداف ساعتها الكابتن حسن شاذلي، وبالثلاث اهداف اللي سجلهم دخل التاريخ لانه اللاعب الوحيد في تاريخ كاس الامم الافريقيه اللي سجل هاتريك مرتين، مره في كوتيفوار ومره في المنتخب النيجيري لما فزنا عليه 6-3 وكان مسجل الثلاث اهداف التانيين المرحوم رضا، وده اللاعب الوحيد من 17 هاتريك في البطوله، 16 لاعب منهم الكابتن حسن الشاذلي الوحيد في تاريخ كاس الامم الافريقيه اللي سجل 2 هاتريك. فدي اول مره سنتواجه مع المنتخب الكاميروني في السيمي فاينال. بفكر في سؤال صعب اتعبت وانت بتتكلم، بقول يا عم خلاص كلام دلوقتي عبال ما افكر في سؤال صعب. طيب احنا لما بنيجي نلعب مع فرق افريقيه، بشوف انا بقالي في سؤال صعب والله، في السيمي فاينل بنلعب مع فرق افريقيه موقفنا بيبقى معاها احسن من الفرق العربيه؟ شوف انت لما هتقعد تفكر، انت احنا اكتر منتخب اصبح دلوقتي بالوصول للسيمي فاينل وصولا للسيمي فاينل في التاريخ، كان الشراكه ما بيننا وبين نيجيريا 15 و15 مره، ولكن ممكن تستثني من الموضوع 76 كنا احنا ونيجيريا برضو موجودين لان كانت دوري من دور واحد في الدور الثاني، ما كانتش المباراه قبل نهائيه، تستثني 59 لان كانت برضو مجموعات 57، لا دي كانت قبل نهائي. انت لما تقعد تتفكر كده انت هتتواجه مع مين في المباراه قبل النهائيه، انا يعني بستعيد كده معاك شريط الذكريات كده سريعا، 57 و59 و62 و63، ثم ذهبنا ل 70 خسرنا من السودان فرق عرب اهو، 74 خسرنا من الكونغو الديمقراطيه بطريقه دراماتيكيه كسبانين 2-0 مويبي اولونجا مسجل هدف والكابتن علي ابو جريش مسجل هدف، وفي ثلاث اهداف في ربع ساعه كريم نخسر المباراه. فبالتالي انت بتتكلم حتى كل المباريات ما قبل النهائيه اللي انت لعبتها بعد كده كانت مع فرق افريقيه تبين النتائج. يعني انت مره لعبت مع الجزائر في 80 كنا متقدمين هدفين، تعادلنا 2-2 وخسرنا بركلات الترجيح، 84 كنا بنتواجه مع نيجيريا كسبان 2 بتتعادل 2-2 وبعدين بتخسر بركلات الترجيح، وبعد كده عمرنا ما خسرنا تاني بركلات الترجيح بالمناسبه. طيب كفايه يا عم انت جامد جدا حبيبي يا كريم، ربنا والله كالعاده يا دكتور والله بستمتع معاك، للاسف الوقت بيخلص عمال يقول لي خلص، انا مبسوط من السرد العظيم حبيبي يا كريم، حبيبي دايما مشرف ودايما منور ودايما رائع يا دكتور عادل، ربنا يخليك يا كريم، كنت سعيد جدا بوجودي معاكم يا حبيبي، اتشرفت بيك جدا. ان شاء الله يا رب بكره او النهارده بقى خلاص نحتفل بمنتخبنا الوطني الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية بعد ما إن شاء الله نعبر موقعة الكاميرون الصعبة، أكيد صعبة، كل المباريات اللي بنلعبها في البطولة صعبة بالتأكيد، كل المباريات صعبة، لكن إحنا الورقة الأصعب لكل المنتخبات في هذه البطولة إن شاء الله، نعمل مباراة كبيرة قدام المنتخب الكاميروني بمجموعة رجالة ما لهمش حل كلهم، كل واحد بيشارك مع منتخب مصر بيبهر وبيرفع راسنا للسماء إن شاء الله، كلهم يرفعوا راسنا للسماء بإذن الله قدام الكاميرون. أشوفكم يا رب على أفهم.